واحد منهم مشكلة عايز ألحق قبل ما البرين يقعد مدة طويلة ناسي العين دي أو يتجاهل العين دي، وبالتالي هيحصل بريشر يطول، بعد كده بحاول أتدخل بسرعة جدا. الاحتمال التاني اللي يخليني برضه ما استناش على العملية إن يكون الكاتراك بايلاترال ودانس، فاهمين؟ بايلاترال دانس ده معناه إن مفيش لايف ريت بتوصل للركنة، وهنا كان البرين ممكن يدي أوردر للعين بسرعة جدا إنها تقدر تتحرك علشان تشوف نور، ده اللي سميناه نستاجنس. المخ كده هيلاقي صوره من العين وبيحصل كسل في اي ام من الاثنين، ساعتها كان ممكن استنى قوي لغايه سن المدرسه واروح لما اتاكد الولد ده بيشوف كويس، وكان ممكن ما اعملش عمليه. فاكرين ليه ما كناش بنحب نعمل عمليات في الحالات دي؟ ستة اعتمدوش عشان الاكوموديشن. الاكوموديشن بالظبط كده، بحاول احافظ على الاكوموديشن علشان الاكوموديشن دي خاصيه موجوده في الكريستالاين لينز، لكن لو انا عملت عمليه هخسرها في طيب. وبدأنا المرة اللي فاتت نتكلم على أول عملية من العمليات، كان عملية اسمها IA، فاكرين؟ Irrigation Aspiration. كان الفكرة العملية دي ببساطة شديدة جدا، ها؟ العملية اللي أعتقد معظمكم هو ما شافش الفيديو بتاعها، لا مهني هوريكم الفيديو بتاعها. طيب كنا بنعمل إيه؟ كنا بنعمل إنسيجن عند النيبل، صح؟ العيان الطفل يبقى نايم وشه للسقف، يبقى قاعد بره راسه، باصص الميكروسكوب بتاعي، بفتح بالمشرط بتاعي في الكورنيا، ها؟ وبعدين بجيب سن ابره انسولين كبيرين وحط السن اللي ورا علشان يروح للنس كبسول، وزي ما وريتكم على الورقه كده بعمل سكراتش في الانتيريور كبسول اوف لينس والف لفه، حتى لو كنت تشبيه بلدي كده زي الكنافه يعني لفه كامله عشان اعمل حاجه اسمها انتيريور ايه؟ كبسولكتومي. تعالوا اوريكم الفيديو بقى اللي احنا ما شفناهوش ده، نشوف ازاي بنعمل انسجن في الكورنيا، ازاي بنفتح فتحه مدوره في وسط الانتيريور كبسول. طب وبعد ما بنفتح فتحه في وسط الانتيريور كبسول هنعرف ان هنا كده بعمل ايه في اللينز ماتر؟ irrigation aspiration، بدخل بقالة يا اما فيوز تو تيوبس فيوز توجذر حاجه اسمها دبل واي، يا اما بدخل بتو تيوبس كل واحده في ايد مش كده، طريق بيرش ميه وطريق بيشفط، مش كده بنسمي حتى الاله هنا باي مانيوال يعني بتشتغل بايديا الاثنين، ها؟ عشان اشفط كل اللينز ماتر اللي جوه، والنتيجه النهائيه في العمليه في الاثنين كنت بسيب جزء من الانتيريور كبسول وباقي مين؟ الانتيريور كبسول سليمه تماما، وده اللي كنت بحاول احافظ عليه لحد الاخر. وفي الاخر اتفقنا بالجاب المستلزمات الطبيه والعدسات، عملوا لنا عدسه فولدبل بتطبق مش كده؟ علشان نقدر ندخل بالعدسه المطبقه، لان لو دخلت بالعدسه سوليد عدسه قطرها 6.5 مللي كنت هضطر اوسع الانسيجن قوي، يعني عارفين انسيجن 7 مللي مثلا، ما انت عشان تدخل حاجه 6.5 لازم تفتح انسيجن 7 مللي، انسيجن 7 مللي ده يا جماعه في الواقع تقريبا 180 درجه، يعني انسيجن كبير جدا، وده هياخد سوتشرز ايه؟ كتير قوي، فعشان ما نوسعش الانسجن بتاعنا الشركات عملوا لنا عدسات بتطبق، وعملوا لنا الاحلى بقى بدل ما هو طبقها بايديا عدسات جوه حقنه زي ما اتفقنا اسمها انجكتبل اي او ال، ادخل بالانجكتور واروح حاقن العدسه، العدسه بتروح نازله هنا مفتوحه زي الكتاب كده، وده اللي هنشوفه. يلا نشوف الفيديو بقى اللي احنا كنا مره فاتت بنحاول نعمله او نفتحه ما عرفناش، كان عندي مشكله في اللاب. طيب يلا عشان
فاهمين ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ طبعا زي ما اتفقنا ان ادم ده او البيشنت ده نايم وشه الزفت، واحنا اتفقنا عشان اقدر اعمل عمليه كاترك عشان بنحب قبل العمليه نوسع البيبل على الاخر. وطبعا البيبل هي دايركت طبعا لون الايرس هنا جراي، واضح ان كميه الميلانين بيجمنت الايرس قليله قوي. ايه رايكم احنا طالما العيان نايم وانا باصص من الاي بيس بتاع الميكروسكوب بتاعي والنور طالب بصوره عموديه، احنا قلنا لما النور بصوره عموديه على اي بيبل بيجيب لي حاجه اسمها ريد ريفلكس. ايه رايك لما يكون ده مريض كاترك والريد ريفلكس بتاعه باين كده؟ ده معناه ان الكاترك دانس ولا نوت دانس؟ نوت دانس. نوت دانس، لانه لو كان دانس ما كنتش شفت لون احمر بهذا الوضوح، مش كده؟ طيب اول خطوه في العمليه اتفقنا ان انا بدخل بالمشرط بتاعي افتح في الكورنيا. طبعا انت مش شايف الكورنيا لان احنا اتفقنا ان الكورنيا بتاعتنا كريستال كلير شفافه جدا، فمن كتر ما هي شفافه انت مش حاسس بوجودها، لكن هتعرف دلوقتي ان في كورنيا لما المشرط يعدي جواها هتحس بوجودها فعلا. يلا بينا نشوف. اهو شايفين؟ شايفين المشرط بيفتح في الكورنيا ازاي؟ اهو. هندخل دي جوه الانفيو تشيمبر، خلاص احنا كده دخلنا جوه الانفيو تشيمبر. الخطوه اللي بعد كده هنجيب سن ابره الانسولين وهتلاقي سنها مبني تحت، ركزوا كويس. والسن الابره داخله تلاقي فيه ثانيه كده عشان تروح للانفير الكبسول. طبعا ده فيكسيت بنثبت العين عشان ما تبقاش تطلع مني وانا داخل وكده. ده شايفين سن الابره مبني ازاي يا جماعه؟ نهايته مبنيه ازاي؟ هندخل دلوقتي نعمل السكراتش اللي انا عملتها لكم والورق المره اللي فاتت. وهتلاقوا في فلاب، هوريكم الفلاب دلوقتي على الفيديو. شايفين السكراتش؟ تحس ان في كبسول كده بتقشر، هتلاقيها نامت دلوقتي. هنبدا نلف فيها لفه، فيها لفه كامله عشان نفتح فتحه في وسط الانتير الكبسول. بصوا شايفين الفلاب دي اهو زي ما وريتكم على الورق المره اللي فاتت. نقعد بقى ايه نحيلها كده نلف بيها لفه كامله عشان يبقى كاني شلت الديسك في وسط الانتير الكبسول. شايفين ازاي بلف فيها؟ شايفين ازاي بتقشر الكبسول عشان نعمل حاجه اسمها انتيرير كابسولاتومي. ها؟ شايفين المنظر؟ هو بنلف لفه كامله كده خلصنا فتحنا فتحه الانتيرير كبسول. يبقى الخطوه اللي بعد كده محتاجين نعمل ايه يا جماعه؟ نجيب الدبل ويست كانيولا او الماي مانيوال عشان نعمل اريجيشن. ايه؟ يلا بينا نشوف القصه عشان ما نقعدش نضيع وقتنا. حلو قوي الكلام ده. نرجع سنه لورا. بصوا دلوقتي هتلاقوا في التين داخلين. اله داخله واضح ان احنا فتحنا غير المين انسيجن اللي كان من هنا، هنفتح فتحتين صغيرين جدا لا تتعدى نص ملي على قد الاله بتاعتي. فتحه عند الساعه 1 وفتحه عند الساعه 9. ايه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ اصل احنا بنعتمد او بنعتبر الكورنيا بتاعتنا كانها زي الميله بتاعت الساعه بالظبط. فلما اقول لك فتحه عند الساعه 9 يعني فتحه هنا، وعند الساعه 1 يعني واحده هنا. هدخل باله واضح ان احنا المره دي هنستعمل الاله اللي اسمها باي مانيوال، يعني هستعمل التو ويز، الطريق اللي بيرش والطريق اللي بيشفط. ها؟ في ايدي الاثنين، ايد الشمال همسك بيها وليكن الطريق اللي بيرش اللي هو بيعمل اريجيشن، الكوب بيعمل اريجيشن، والكوب اللي بيعمل اسبيريشن همسكه بايدي اليمين. طبعا هتلاقي الالتين داخلين دلوقتي. طبعا الاله اللي انا برش بيها ميه، ايه فكره ان ارش ميه؟ لان اول ما تعمل انسيجن حضرتك العلم بتتفتح الايكوس اللي جوه بيخرج، فالكورنيا بتكولابس بتلمس الايريس. فانا مش عايز ده يحصل والا الالام بتاعتي وهي داخله خارجه هتقعد تخبط. فانا ببقى عايز ارش ميه عشان انفخ العين تاني عشان الكورنيا تبعد عن الفيلد بتاعي ما اقعدش اخبط فيها اثناء العمليه. فاذا ايدي اللي هترش ميه مش محتاجه احركها، محتاج بس تفضل جوه العين وخلاص. لكن اللي محتاج اروح بيها بقى ايدي الثانيه اللي ماسكه البروب اللي هيشفط، لازم ادخل تحت الفتحه المدوره دي بتاعت الانتيريور كبسول، ادخل عشان اجيب اي لينز مثلا مستخبيه مني. فانا بدخل الاول كده اشفط ال 180 درجه اللي هنا واروح عاكس بقى، اروح طالع بتو بروبس تاني، اروح داخل بالبروب اللي بيعمل اريجيشن ادخلهم هنا واعكس بقى، اجيب اللي بيشفط ده المكان هنا اجيبه من هنا عشان اشفط الكورتكس ال 180 درجه دول. يلا بصوا معايا بقى، لما هشغل دلوقتي الفيديو اعتقد سيادتك هتشوف كويس قوي. طبعا البروب اللي بيعمل اسبيريشن فيه خرم مش كده؟ امال هيشفط منين؟ ها؟ بصوا هتبان دلوقتي الاله حالا. ده البروب اللي بيعمل اريجيشن. بصوا بقى في شايفين الخرم اللي فوق ده؟ في خرم هنا، ها؟ ده اللي هيشفط، هنشفط من خلاله اللينز مثلا. الايد دي ثابته ودي بقى اللي بتلعب، دي اللي رايحه تشفط. رايح بيها عند الايدج اوف ذا لينز، الحته اللي مستخبيه تحت الايز. شايفين اللينز مثلا ازاي بتتشفط؟ عماله تيجي معايا ازاي؟ طبعا احنا بنحاول نعمل ده فيري جنتلي. اوعى تفتكر العمليه الفعل الوقت الفعلي بتاعها 9 دقايق دي احنا بنتعلمها لايك ديز، ده احنا طلع رحنا علشان ايدك ما تتهزش هزه بسيطه. الكبسول دي اضعف من السليفان، لو نفخت فيها هتتقطع.
فاذا احنا لازم ازاي نكون بارلل، ما بقاش ابدا بيرپنديكولر عشان الكبسوله اللي ورا تفضل سليمه. دي معجزه، دي حاجه صعبه جدا، مش حاجه سهله خالص. طيب عشان كده الناس اللي عندهم تريمورز لما بنعمل عليهم كشف تربي بيقولوا بره يا رب ما ينفعش نقعد خالص، احنا الميل دي حركه زياده ان نيدد هيودي الدنيا في داهيه. بصوا احنا كده خلصنا 180 درجه دول، هنعكس دلوقتي، هجيب البروف بتاع الاسبيريشن من هنا والبروف بتاع الايريجيشن من هنا. شايفين اهو البروف بتاع الاسبيريشن عشان نشرط ال 180 درجه دول. هو هتلاقوا بقى البريد اللي كده اللي انت عارف كميتها قلت قوي، بس هنقدر نبدا نشوفه اكتر كل ما الكميه تقل كل ما هنشوفها تتشفط اكتر. طبعا بيبقى في كميه منهم تبقى ستاك قوي للكبسول، فانت لازم تقعد تحيلها تصبر، ما تبقاش مستعجل والا هتشد الكبسول معاك. شايفين في حاجات بتتقشر ازاي على الكبسول؟ ده اللي انت مثلا لازق على الكبسول. طبعا انت عمال تقول في بالك انا اعرف ان اذا كانت اكسير الكبسول سليمه ولا لا. هوريك دلوقتي الدليل قدامك ان اكسير الكبسول سليمه. شايفين احنا بنشرط ازاي هوليستيك، في حاجات بتتشفط الفيتامين ازاي بتيجي. طبعا انت بتلاقيها بتختفي بتختفي تدخل جوه الفتحه دي جوه الماسوره بقى خلاص بتمشي ورا العين. بصوا شايفين اهو، ركزوا في الكافيه هتلاقوا في بقى ميمبرين كده في رينج، شايفين الرينج اللي زدتها دي؟ فدي ده الشيء اللي اسمه بصير الكبسول. شايفين ازاي سليم؟ اذا كل ما نشوف الرينج دي قلبي يطمن كده ان انا سليم، بصير الكبسول عندي سليمه. شايفين؟ اهو شايفين الرينج اللي زدتها دي؟ ها هو ده خلاص، انا كده الميمبرين بتاع اللي هزرع عليه العدسه بتاعتي سليم تماما. شايفين تشتغل ازاي مثلا مستخبيه ازاي تحت المين انسيجن بتاعي؟ كده احنا خلصنا خلاص. ايه اللي بنحقنه دلوقتي؟ شايفين الرينجل دي عند الكبسول، ايه اللي بنحقنه؟ احنا مش طلعنا خلاص بالمكان اللي بيعمل اريجيشن؟ اول ما بتطلع من المكان اللي بيعمل اريجيشن يبقى الميه اللي كانت اخر ميه كانت موجوده هتخرج وراك ولا لا وانت خارج؟ اه طبعا لو ما شفتها هتخرج وراك فالعين هتكولابس. طب انا عايز ازرع، لو انا دخلت زرعت والعين كولابست يبقى عمال اتاكد مين؟ بالكورنيا والعرس، فكان لازم انفك العين. ايه اللي بنحقنه دلوقتي بقى؟ ماده اسمها ديسكو الاستيك. انت خدت بالك اسمها؟ ديسكو الاستيك يعني ماده لزجه، يعني تقدر تقعد حتى لو في فتحه في العين. بنختار ماده اسمها ميثايل سيريلوز او هيلرن. الماده دي لزجه جدا ثقيله جدا، بنحقنها بننفك العين عشان لما ندخل نزرع بقى المانوفر بتاع الزرع ما يبقاش فيه احتكاكات لا مع الكورنيا ولا مع الايرس، اقدر ادخل سموزلي. طيب واحنا اتفقنا احنا بنحب نزرع فين؟ بصوا الرسمه دي، عايز ازرع عدسه مسنوده على مين هنا؟ هنا على بصير الكبسول مش كده؟ يلا بينا نشوف. شايفين اهي العدسه داخله بالانجكتور، انجكتور هنحقنها هتلاقي العدسه زي كده مقفول، مقفوله مفقوسه جوه الانجكتور. نقعد بقى نستنى لما تفتح براحتها، طبعا دي ساعتها تفتح اصلا عشان ما عندناش طول البال نستنى. هنرجع في الفيل تاني ده ما تقلقوش، كل حاجه هبقى بص الايدج بتاع العدسة عامله زي الطبقه زي هتبدا تفتح. طبعا ده الهابتك، فاكرين الهابتك اللي احنا قلنا البروبيسيشن. بصوا احنا بنساعدها بالتشطر انها تفتح، نحاول نفتحها عشان نضعف، هي كده كده هتاخد وقتها لما تفتح، بس احنا عايزين ننجز يعني. شايفين اهو نقعد نفتح فيها، تفتح تفتح وهنجيب الهابتك ده نشده كده علشان يروح مكانه الطبيعي اهو. شايفين تفتح على سنه لغايه لما اوصلها جوه السنتر اوف ذا بيبل كده، عمليه الزرع خلصت خلاص. وكده ما احتاجناش نوسع الانسيجن، خدتوا بالكم دخلنا من نفس الانسيجن اللي عملناه في الاول، لان العدسه طلعت عدسه متطبقه سكويزد يعني جوه الانجكتور، وبالتالي المور يدنا زمان ما كانش فيه الاوبشن ده، كنا لازم بمقص بقى نقعد نوسع الهوند بتاعنا. خلاص طبعا احنا دخلنا بالدبل واي تاني ليه او اللايمر تاني ليه؟ ها؟ تفتكروا دخلنا ليه تاني؟ عشان نشيل بقى الفيسكو الاستيك اللي انا حاطينه. ما هو الفيسكو الاستيك ده ماده ايه رايك؟ اللزوجه بتاعتها عاليه مش كده؟ ان دي ممكن تسد السبيس الاوف فونتانا اللي هي المخرج بتاع الايكو، فالعيان لو سبت له الفيسكو الاستيك ده ممكن يدخل مني في الجلوكوما، فلازم اعمل له بروبر ووش اوت علشان اطمن انه ما يجيلوش اتاك بالجلوكوما بعد العمليه. طيب العمليه دي اتفقنا انها كانت عمليه هايله مش كده؟ احنا قلنا العمليه دي كانت كويسه قوي، لكن كان في درو باك، حد فاكره؟ يحصل اوباسيتي تاني في الاخر كده بعد العمليه بشهور، كان ممكن الريميننج البيسين اللي انا سبته هنا يحصل له اريتيشن من الايكوس اللي بيدخل ويبدا يكريب كده ويلاين البوستيريور كبسول، صح؟ دي اسمها بوستيريور كبسول ايه؟ اوباسيتيشن. علشان الولد ده يرجع يشوف كنت مضطر ادخله عمليات مره ثانيه بعد العمليه الاولى، يعني ده مرتين بين كلي في سنه واحده عشان اعمل له فتحه فين؟ مش هشيل البوستيريور كبسول كلها، ده انا هشيل حته في السنتر عشان الفيجوال اكسس بتاعه يبقى ميديا كلير يرجع يشوف تاني، بس بينجي كل مره تانيه هعمل فتحه تانيه في العين
مع ريسك بقى انت افضل الدامج مع ريسك انفكشن مره ثانيه طبعا على ايه. بدانا نقول ترى الموضوع ده متكامل تقريبا في 90% او اكثر من الاطفال بعد العمليه اللي جابهم البي سي او. بدانا نعمل الخطوه دي فروم ذا فيري بيجينينج. ايه ده؟ يعني اثناء العمليه الاولى، يعني بعد ما بنزرع اروح داخل ورا العدسه بتاعتي اروح عامل فتحه مدوره، فاليوم ما الابيثيليوم يتجنن ويعمل بروليفريشن يجي عند الادجز هنا ويقف، هو مش هيطير في الهواء مش كده؟ فتفضل الحته دي كلير فورايفر ومحتاجش ادخل عمليات مره ثانيه. ايه ده؟ يعني زودنا ستيب على الاوريجينال بروسيدير بتاعتنا خلاص بقت روتين دلوقتي. نعمل حاجه اسمها بوستيرير ايه؟ كابسولوتومي. وطبعا وارد لما تعمل هذه الكابسولوتومي احنا مين ورا هنا؟ فيتروس. احتمال كميه من الفيتروس احتمال قليل. ولو بوقف على السيرج ترتيب بتاع كل واحد، لو ايديا باري جامبل وفتحت الفتحه دي من غير ما المس الفيتروس غالبا مش هيطلع كميات منه لقدام. لكن فرضا لو انا غشيم شويه وانا عمال افعص السيرج كبسول عشان اعمل فتحه كده، دوست على الفيتروس فالكميه منه طلعت لقدام، تفتكر الكميه دي هتبقى كميه كبيره ولا قليله؟ الفيتروس يا جماعه الديسكورس بتاعته عاليه والفتحه دي مش فتحه كبيره وكمان مقفول عليها بالعدسه اللي انا زارعها، فلو طلع كميه من الفيتروس مهما كان مش هتكون كميه كبيره. فساعتها اوعى تسيب، لو في شويه فيتروس طلع قدام عينك هنا اوعى تسيبهم، لازم تعمل حاجه اسمها انتيرير اتراكتومي. يعني لازم اشيل الفيتروس اللي طلع في الانتيرير شيمر، لان اتفقنا اي حاجه ليها فيسكوستي عاليه في الانتيرير شيمر ممكن ترفع ضغط الايه؟ ضغط العين. انا هشيل الفيتروس اللي طلع قدام، مش كل الفيتروس، يعني مش هشيل الفيتروس اللي ورا، لا لا، ده الشويه اللي طلع قدام اللي هربوا مني هم دول اللي هشيلهم قدام، يعني اعمل حاجه اسمها انتيرير ايه؟ ديتراكت. اذا الدروباك الوحيد بتاع العمليه دي هي قصه البي سي او. وكان ليها حل ولا لا؟ كان ليها حل ان احنا نعمل بوستيرير ايه؟ طيب العمليه الثانيه بقى اللي احنا ما لحقناش نقولها المره اللي فاتت اسمها لينزكتومي. ده الكلام الجديد بقى. يلا بينا. لينزكتومي. ايه لينزكتومي؟ اولا عمليه مكتوبه في كتاب الاسم عشان لما تيجي تقراها في كتاب الفيكو بيذاكر من كتاب الاسم يتفتش، مكتوبه كده بارس بلانا لينزكتومي. ايه بارس بلانا؟ شايفين الرسمه دي يا جماعه؟ انا راسم السيليا اللي بادي بتاعي. في الحقيقه ده الاماكن الطبيعي بتاع السيليا. السيريا اللي بادي بتاعنا يا جماعه تريانجولر ان كروس سكشن. تريانجولر يعني زي مثلث، البيت بتاعته اهي والايبكس اهو. خدتوا بالكم المثلث بتاعي ده طوله اصلا اناتوميكالي 6 مللي. ال 3 مللي الانتيريور اللي هو ناحيه الكونيا، خدتوا بالكم انا رسمه كده. شايفين؟ انا كبرت عشان نشوف الناس اللي ورا. ايه ده؟ ده واضح ان اول 3 مللي السيريا اللي بادي فيهم فينجر لايك بروجكشنز. دي اللي احنا بنسميها سيريالي بروسيسز. ركز في الاسم، سيريالي بروسيسز. بروسيس كما بروسيس في اللاتين لانجوج اسمها بلايكا. بس العين الواحده السيريالي بادي واحد في 70 بروسيسز، عشان كده هم جمع بلايكا. جمع بلايكا بقى بلايكاتا، عشان كده بنسمي الجزء الامامي ده السيريالي بادي باس بلايكاتا. باس ايه؟ الجزء يعني اللي فيه بلايكاتا، يعني اللي فيه بروسيسز. وهو ده باي ذا واي المصنع الحقيقي بتاع الايكوسيومر، يعني تصنيع الايكوسيومر بيتم هنا في هذه البروسيس. لكن خدت بالكم الجزء الكافي من السيليا الجوادي ده؟ ده ما فيهوش اي تضاريس، عشان كده سميناها بارس بلانا. بلانا يعني املس، لا يوجد به اي ملامح. ومش بس كده، ما فيهوش اي ملامح، ده ملوش اي فانكشن. فعشان كده لو انا عايز ادخل العين افتح العين انا عندي مكان من الدين. اي انسجن جراحي جوه العين ليك مكان من الدين فقط تفتح فيهم العين. اول مكان تفتح العين من هنا الليمبس، عند الليمبس. المكان الثاني بارس بلانا، واحنا اتفقنا طول السيليا اللي بادي كام مللي؟ 6. اول 3 مللي غاليين قوي، مهمين قوي، دول هم السيليا ايه؟ بروسيس، ده المصنع بتاع الايكو. عشان كده بجيب برجل جراحي وعد، اسيب مللي 1 2 3 واروح داخل المشرب بتاعي. انا كده عملت في المشرب بتاعي، انا خدت من خلال بارس بلانا ولا لا؟ اذا كلمه بارس بلانا اللي كاتبها كتاب الاسم دي ده مكان الدخول. لكن التكنيك اللي انا هعمله اسمه ايه بقى؟ لينزكتومي. ده اللي انا هعمله فعليا. لينزكتومي يعني استئصال، مش كده؟ بصوا بقى، ايه رايك لما اعد 3 مللي وادخل؟ يبقى انا كده الاله بتاعتي اللي داخل بيها داخل اللينز اللي قدام ولا من ورا؟ من ورا. انا كده هتعامل مع اللينز اللي بخلف، صح؟ بص الاله هو بيتكلم، واضح مش كده؟ طيب هدخل بايه من هنا بقى؟ هدخل بالبروب. بروب حاجه زي الارمه. البروب ده بتبقى عامل كده. في هنا سكينه شارب بتتحرك تو اند فرو، يعني قدام وورا بسرعه جدا، حاجه شارب تقطع يعني. وفي نفس الوقت الماوس بتاع البروب ده متوصل بجهاز ماشين، يعني تعمل بيه كده شفط.
اذا كل اللي هيتقطع اول باول ايه هيتشف. الماشين دي على بعضيها اسمها ديتريكتومي ماشين. ركز في الاسم اسمها ايه ديتريكتومي. اصل انت واضح كده لما فتحته من هنا طلعت مين فيترس. ودي اللي هنستخدمها في عمليات الريتنا وعمليات الفيترس. لكن هو ده اللي هنستعمله في العمليه بتاعتنا اكسبشن هنا في اللينز. عمليه اسمها لينزكتومي. هدخل بالبروب بتاعي ادوس على الفود سويتش الاون اوف بتاع الجهاز بمناسبه حاجه تحت رجلي عشان تعرف عمليات التضارب. انت بتشتغل على جهه سنه جديده في رجليك او عينك باصه في الميكروسكوب وعينك بتبقى شايفه عين كبيره قوي لكن ايدك ستيل شغاله في عين ايه. فانت لازم تربط بقى من عشان كده نوع كتير قوي الليرنينج كارف عندنا بطيء جدا عشان تتعلم عمليه قعدنا كتير قوي عشان نمثل في ايدك في حقيقه. فانت بتدوس على الفود سويتش وايدك دخلت اهو فمعناها ان السكينه دي عماله تقطع وتشفط. انت غصب عنك هتقطع وتشفط في مين؟ بس انت مش رايح لده انت رايح ليه التارجت بتاعك النهارده. فغصب عنك بسرعه قطعت شويه في الفيترس ايه بسرعه عشان تجي للفيترس وتروح هنا وتبدا تاكل اللينس. ايه ده هتبدا تاكلها منين؟ سيريك كبسول ذن كورتكس ذن نيوكليوس مش كده؟ ذن انتيريو كورتكس. وبنحاول قدر المستطاع ان انا اسيب الانتيريو كبسول انتكت. لان لو نجحت المره دي ان انا اسيب الانتيريو كبسول انتكت يبقى ايه رايك اقدر ازرع عدسه هنا ولا لا؟ الحته دي في النورمال اناتوميكال بوزيشن. لكن لو اتقطعت مني البوستيريو كبسول البروب هبشها اقطعها يعني دي ما بقتش موجوده. سيادتك لو ما عندكش خلاص فقدت الليز عشان كده حتى عمليه اسمها اكتومي استئصال مش مفيش ولا جزء من الليز هيبقى موجود. وده اللي لو حصل انت ما عندكش احتمال انك تزرع عدسه. لو نفسك تزرع بقى المكان الوحيد اللي انت هتزرع فيه فين؟ العمليه الاولى انت عشان سبت دي سليمه اللي هي البوستيريو كبسول عايز تزرع. لكن هنا مش انت لو حطيت عدسه هنا تقع منك ولا لا؟ فالحل الوحيد انك تزرع هنا بقى. هنا داخلين هنا فوق العدسه حاجه بنسميها انتيريور شامبر اي او ال يعني انترا اوكر لينس مزروعه فوق مين؟ فوق الايبس. طبعا دي ما بفضلهاش لان مش ده الاناتوميكال بوزيشن الطبيعي اللي احنا بنحب نزرع فيه. لكن سيادتك مضطرا لو انت فقدت الانتيريو كبسول واتقطعت منك تزرع فوق العكس. حلو الكلام. هو احنا في الاريجيشن اسبيريشن برضه بنشيل اللينس؟ لا بتشيل الجزء من الانتيريو كبسول بتحافظي على بوستير الكبسول لغايه اخر العمليه. بقى احنا بتزرعي بتعملي فتحه صغيره في نصها يعني معظمها موجود. يعني انا بزرع لينس وانا مش شايله لينس يعني؟ لا دي شلت كل حاجه سبت ايه الغلاف بس القشره بس اللي هي الكبسول. يعني بصي الدور عشان تتخيلي بسرعه انا هحط عملت الكلام ده المره اللي فاتت على مش مره فاتت كده. طيب نعم انت شايفه اوكي. بصي الفكره ده شكل اللينس المجسم اهو. ثواني يا جماعه بليز. طيب احنا عملنا فتحه فين؟ الانتيريو كبسول اهو. دي الفتحه اللي انا قلتها لك في الفيديو. وبعدين دخلنا شفطنا كل الكونتنتس اللي جوه. ايه رايك؟ نهايه العمليه بتاعتي كانت كده. جزء من الانتيريو كبسول موجود ومين سليم ورا؟ انا ناوي ازرع هنا بقى. ولما ازرع هنا العدسه بتاعتي لا في اخر العمليه بعمل فتحه صغيره في النص اللي هي البوستير ايه؟ كبسولات. كده ايه رايك؟ معظم البوستير الكبسول موجود ولا لا؟ وهو ده اللي هيشيل العدسه بتاعتي. طيب اذا دي النتيجه النهائيه اللي انا عايز اوصلها في العمليه الاولى. اللي اسمها الاريجيشن ايه؟ اسفايرج والعدسه اللي مزروعه هنا. طبعا العدسه مش هتقع بفضل وجود مين؟ الهاكس الدراعات بتاعتي. الدراعات دي حاطط لي العدسه ان بليس. فهمت الفكره؟ لكن لو انا عملت لينزكتومي وشلت اللينس من اولها لاخرها يبقى ساعتها ما عنديش حاجه تثبت العدسه دي غير ان ازرعها فوق مين؟ فوق الايرس اتسلف يعني في الانتيريور تشامبر. وده طبعا مجال مش مفضل. طيب ايه رايكم طيب؟ الانزكتومي اذا العمليه اللي احنا دخلنا فيها لللينس من ورا من الكلمه هل احتاج لها؟ يعني بنعملها فعليا؟ اه. فاكرين العيال الصغيره او التوقيت المثالي ان انا اتدخل جراحيا في عيال صغير قلت لكم من 6 ل 8 اسابيع مش كده؟ فاكرين كان ايه المشاكل الجراحيه اللي بتقابلنا في العمر ده؟ الانزيم شيبر اخبارها ايه؟ اه. فلو انا حبيت اعمل التكنيك الاحلى اللي بيحافظ على الاناتومي اكتر والكونيا والايرز بتاعتي قريبين من بعض ودخلت من هنا يبقى غصب عني هخبط في الكونيا ولا لا؟ وبالتالي هطلع في اخر عمليه الكونيا بتاعتي اوبيك. يعني هطلع من مشكله الكاتراك هدخل في مشكله كونيا اوباسيتي او كونيا سكرب. عشان كده المور وايز انك تبعد عن المنع ده خالص وعن الكونيا وتدخل من بعيد خالص تدخل من ورا. فاذا لينزكتومي هنا انديكيتد لو سيادتك ناوي تعمل عمليه كاتراك في اطفال عندهم اسابيع عشان تبعد خالص عن مين؟ عن الكونيا.
اذا دول عمليتين انت على حسب العمر وعلى حسب بقى الحاله اللي قدامك بتختار واحده منهم. لكن تعال قول بقى لو انت دكتور رمز في عيادتك وجالك عيل عنده كانسر وخدت قرار خلاص انه لازم عمليه وعملت له واحد من دول، ايه رايك؟ كده انت شلت اللينس ولا لا؟ طيب ايه رايك ازاله اللينس ده معناه ان انت فقط او الولد ده فقط one of the two main refractive surfaces اللي بيجمعوا له صوره فين؟ على الريتنا. مش انت التارجت في عينك، انت عندك كورنيا وعندك لينز الاثنين بيجمعوا صوره على الريتنا. طب لما تعمل عمليه كاتاركت وتشيل كل اللينز بتاعتك خلاص البني ادم ده اصبح بدون لينز، وده معناه ان اللايت رينج بتاعته بتقع فين؟ اللي بتقع على العين بتقع لورا قوي بعيد عن الريتنا، بتتجمع بعيد وبالتالي مش هيشوف كويس. ده اللي احنا بنسميه افيكيا. ايه يعني نو فيكيا يعني لينس. اذا كلمه لينس او كلمه بديله ميديكال تيرم لوصف كلمه لينس هي كلمه فيكيا او فيكو. افيكيا او ايه فيكيا يعني نو لينس. وهنا لو انت وقفت هنا دورك وقف في المرحله دي يبقى انت ظلمت الولد ده معاك، الولد ده ما استفادش. هو انت كنت بتعمله عمليه ليه اصلا؟ عشان ما بيشوفش كويس. هو كده هيطلع برضه ايه؟ مش كويس. اذا سالتك لازم تعوض غياب اللينس ولا لا؟ لازم تعوض غياب اللينس. نعوضه ازاي؟ عندك ثلاث طرق. شلت اللينس عوضه لو سمحت النضاره. عدسة بره العين خالص. او عوضه بعدسة تلزق على الكورنيا فاهمين؟ اسمها كونتاكت لينس. لينس عدسات لاصقه. او ازرعه زي ما اتفقنا. عدسة انسايد دي اي. بس ايه رايك؟ لو هتختار حل من دول. انت قدامك اختيار لازم تحسم امرك دلوقتي. ناوي تظبط مقاس النضاره او العدسه او العدسه المزروعه جوه العين لمسافه واحده بس. تختار سيادتك بعقلك كده الفار فيجن اظبط نظره للفار فيجن ولا للنير فيجن؟ مين قال نير؟ لا ينفع يبقى طب ممكن بعد ما تخلص تصور معاك؟ اصل انتوا كده نجوم فعلا فوق العالم انتوا ممكن تطلعوا حاجه كبيره قوي. اللي هيظبط مقاس النظر للنير فيجن ده اللي ما بيقومش من على الكتاب يعني بيحتاج النير فيجن من 20 ساعه 16 ساعه مثلا واحيانا بيحب يبص قدامه في الشارع وما بيمشيش. انا جاهل بس انا حته صغيره لانه في يوم من الايام هيبقى عالم جليل. لكن الطبيعي في البشر انا واحد منهم يعني ماليش طقطان في المذاكره كتير. ها انا بس بنظم وقتي كويس بحب اخرج اتسح واعيش حياتي يعني. فانا محتاج الفار فيجن اكتر. معظم الناس كده على فكره 16 ساعه فار فيجن ساعتين ثلاثه موبايل او مذاكره. مين هيعمل اكتر من كده؟ فبالتالي احنا بنختار نظبط النظر لمين؟ فار فيجن. ليه هو انا ما ينفعش اظبط المسافتين؟ لا لوس الاكومديشن. النوع الرينج اللي بيجي من الفار اوبجكتس بيجي ازاي؟ لكن لما تمسك حاجه قريبه تبص علينا الرينج بيجي ازاي؟ كونفرجن. كده ايه ده يعني؟ بما ان سيادتك ناوي تعوض غياب العدسه اللي ربنا خلقها لنا اللي كانت طول الوقت بتعمل لك الحركه اللي فاكرين يعني تظبط نفسها على حسب تبص على بعيد ولا قريب. ها دلوقتي انت هتعوض بجماد نضاره او عدسه لاصقه او عدسه مزروعه فلازم تختار مسافه منهم. والثانيه هيبقى ليها مقاس ثاني ولا لا؟ فانا هظبط له حاجه من دول للفار فيجن وبالتالي كل ما يجي يقرا لازم يكون في جيبه نظاره زياده لمين بقى؟ اذا اول مشكله هتقابل حضرتك لما تيجي تصلح النظر للولد ده انك هتظبط نظره للفار فيجن لكن از ا ماست كمان انك انت تزود له ايه؟ ريدنج ريدنج جلاسز. اذا خلاص. طب ايه رايك لو سيادتك اخترت حل النظارات؟ الولد ده كده لابس كام نظاره؟ اثنين. بير تخيلوا عيل يا جماعه بيطلع عيل عنده سنتين ثلاثه ها؟ هيروح لسه كيش 1 كيش 2 لسه ماشي بنظارتين مش نظاره واحده اثنين والنظاره الواحده منهم قد كده. فاذا هيفي جلاسز تو جلاسز طبعا لا شوف لابس نظاره عارف كويس قوي ان عنده الفيلد بتاع الكونستريكتور مش كده؟ يعني لانه لازم يبص دايما من منتصف الازاز يعني ما ينفعش يستعمل اطراف عينه والا كده هيبقى عينه بره النظاره. اذا كونستريكتور فيلد دي الحاجات اللي احنا بنقف عندها. كل ده بالنسبه للناس اللي بره مهم لكن الاهم عندهم حاجه غريبه جدا ما تفهمش ليه هم الناس دي معقده ولا عندهم مشكله عقليه. بيشوفوا ان النظارات حل مؤذي نفسيا للعيال يعني بيعمل لهم سايكل تروما. احنا بنستغرب قوي ايه سايكل تروما ده مش اوبشن ده احنا كده كده عندنا سايكل تروما مش قال يعني بقى انا عندهم مهم. طيب ها ليه الولد ده بيجي له سايكل تروما؟ تخيل الولد ده قاعد في بس اول يوم مدرسه مبدئيا وهو داخل اساسا اصحابه لسه اول مره يشوفوا حياتهم ها بداوا يتريقوا عليه لابس نظاره قد كده كعبه كوبايه فشكله مضحك جدا هو
وبعدين قعد في الفصل خد اول امبريشن الناس بتتريق عليه. المدرسه صدمته صدمه عمره مش بعد ما خلصت الشرح هيكون كل اللي على البورد ده اتلوه في الكراسات. الفصل في 5 دقايق نقل البورد وهو بيصير بستاندرد المسافات يبقى الكلمه تبقى قلم ده بيستاندرد القرايه عشان الكلمه بقى هو مش شايف كراسه. فاول سطر خد تريقه الى غير اما اتعمل. قال لك بس انا خلاص فقدت الامل في التعليم. انا املي الوحيد اسوء الالعاب. انا بتاع اللعب انا ماليش في التعليم. نزل تحت عملوا فرقتين كور. طبعا مين الفريق اللي هياخد واحد بنضارتين يا ريت النضاره واحده؟ فطبعا قالوا له اطلع بره. قعد يعيط ويدشدش في الارض. قالوا له خلاص طبعا الولاد عارفين اللي ملوش لازمه في عالم كره القدم يبقى فور. وقف فور اوريدي في امره خلاص. الهجمه هناك مبسوط جدا شايف كل حاجه. فجاه الموتاد ده جاي عليه عماله تقرب. فطبعا عايز يوقف شايف طب وفجاه عايز يقلع دخل فيه جول اخر اسبوع على الواقع في ضربه. فطبعا هنا الواد ده مش عارف يشترك مع الكوميونتي بتاعته. لا لاقي نفسه معاهم في مذاكره ولا نفسه معاهم في لعب. الدنيا سودة. فطبعا خلاص ده كده بقى الطفل تمام يعني يا كده يكون عنده اوتيزم يعني انت ايه يا كده طبعا مع نفسه مش عارف يندمج معاك. فطبعا ده بالنسبه لهم بقى بيفرق قوي. احنا طبعا طيب كزم جلاسز. طيب الحل الثاني كونتاكت لانسز. ها ايه كونتاكت لانسز؟ كونتاكت لانسز يا جماعه اعتقد فيكم اللي لابس كونتاكت اتعذب اول اسبوع عشان يعرف يلبس ويقلع الكونتاكت. فكره ان حاجه تقرب من عينك كده ومش تبقى شايفها يعني حاجه مزعجه للناس جدا. يمكن الفيميل سرعه التعلم عندهم اسرع يعني اسرع شويه من الميلز. انا اعرف ميلز حاولوا بنفسهم ومن الحد في سبونسرز اللي فشلوا فشل زي فيميلز عشان بيقربوا منهم كتير بالميك اب بقى العيال عشان يبقى شاب والحاجات دي. فهي فكره ان يقربوا عينهم بايديهم شويه بتخليهم يتقبلوا الموضوع. لكن الميلز صعب. تخيل بقى انا بكلمك على تايب اوف فيشن جديد كونجنتال يعني عيل. لو سالت مامت الولد ده هتلبسيه عدسه لاصقه ايه رايك؟ تقول لك ايه؟ يعني يبقى شايفني كده رايح على ايه؟ ده انا باجي ورا الشقه كلها عشان كده ده شغلي. ها؟ فتخيلوا بقى الولد هيبدا يرفض ويخبط بايده ويخبط برجله فبقت حرب. ايه رايك لو هي في الكونديشنز دي تحاول تلبسه بالعافيه؟ ايه رايك؟ اوره ايه ولا لا؟ طبعا كون الالسر ده اساسي. اذا ديفيكالت انسرشن ديفيكالت موفمنت كمان كون الالسر از كومبليكيشن بيخلي الكونتاكت لينس حل مش مريح ومش ابليكابل ابدا. الشرق طبعا كلكم مستنيين بقى الحل اللي احنا شفنا الفيديو بتاعه ان انا ازرق عدسه جوه العين. حتى الحل ده يا جماعه مش حل سهل ولا بسيط زي ما انت فاهم. هو انا عشان ازرق عدسه جوه العين الهدف من العدسه دي هي مقاس تجيب الصوره على مين يا جماعه؟ كلام جميل. ايه رايك؟ الجهاز اصلا اللي بيقيس مقاس او قوه العدسه اذا كل واحد فينا ليه قوه عدسه. لو جالك كاتك قلت لك عمليه مقاس العدسه المزروع جوه عينك غير مقاس العدسه المزروع جوه عيني. ليه؟ اللي بيفرق؟ اللي بيفرق طول العين عشان اعرف مكان الرتنا فين؟ طول العين ده اسمه الاكزيا لينس. طيب؟ وكمان اللي بيفرق قوه الكونيا كعدسه، يعني انا كوني لو 42 غير 43 عشان كده الجهاز اللي بيحسب مقاس العدسه المزروعه اسمه كده، لو انت عايز تعمل حاجه فور الانس اسمه بايو ميتري. الجهاز ده بركب عليه داتا بتاع البيشنت فكنت قست الكونيا باور لجهاز ثاني اسمه كيراتو ميتر. كيرات يعني كونيا، ميتر يعني جهاز بيقيس قوه الكونيا كعدد. كيرات ميتر ده بيقيس قوه الكونيا كويس. وبعدين الجهاز اللي اسمه بايومتري ده جهاز سونار تحط البروف كده على العين فالجهاز نفسه بيقيس كل العين قد ايه كويس. اسمه اكزيال لانس. المسافه من السنتر اوف كونيا للسنتر اوف ريتن. حلو كده. وبعدين الجهاز مع نفسه بقى ايكويشن معينه فيها كونستنس طبعا بيقول لك بقى مقاس العدسه اللي انت محتاجها في المكان ده كذا. فين المشكله؟ المشكله في الحقيقه ان الجهاز هيقيس طول العين صح؟ تفتكر طول عين طفل لسه عنده 6 اسابيع زي طول عين حضرتك دلوقتي؟ الولد او احنا كلنا في الحقيقه اتولدنا طول عينينا 16 مللي. الافريج نورمال اكزيال لينس ادلتس. عارفين بقى الطول النهائي اللي بنكمل عليه بقيه عمرنا؟ يبقى 24. بصوا الخط اللي قطع عايز اقول لك ده مكان الرتنا الجديد لما العين توصل للحجم الطبيعي. الجهاز ملوش ده. الجهاز ما يعرفش ده. الجهاز هيقيس دلوقتي ويظبط لك مقاس العدسه دلوقتي اللي هيحطها هنا عشان يجيب الصوره على الرتنا هنا. فبعد
سنه اثنين ثلاثه العين تكبر خلاص كده مش عارف الصلاه دي نرجع تاني ما يشوفش كويس اذا بقى بتاعته العدسه مش بتاعته اذا المشكله هنا اللي هتقابلنا هو حساب قوه العدسه المزروعه داخل العين ليه بقى لان دايما هناك احتياج في تبديل الباور مع زياده طول الايه يعني كده باور تشينج ويز ادفانس اوف لايت او ادفانس اوف ايج نتيجه زياده فين بده ينقص الاكسل لانس عارفين بقى بنوصل للطول المثالي او النهائي امتى تقريبا سنتين ثلاثة في ممكن واحد يتأخر شوية أربع سنين في ناس عن سبع سنين باي ذا واي ها يعني إذا الموضوع إذا يعني سنتين ثلاثة أربعة أول سنة عمرنا عشان كده أنا مفكر في الجرة ممكن أنا أخلي الموضوع كويس وجوه قول لي إيه رأيك لو أنت مكاني جراح نمط ده كنت تعمل عملية الولد كويس عملت له عملية كانسر أسابيع ثمان أسابيع وخايف إنك تزرع عدسة دلوقتي هتجيب له صورة عدتنا دلوقتي لكن كمان شوية مش تبقى عدتنا تعمل إيه علشان تخليه يستفيد من العملية يلا كان عمليه ما نزرعش لحد واستنى لما عينه توصل لحاجة نهائي ومشي حالي اول سنتين ثلاثة بجلاس ملهاش لازمة ده حل الحل تاني ازرع له عدسة دلوقتي ولما عينه تكبر لا ما تشيلش بقى يعني احط واحدة ثانية يقول لك انا ازرع لك عدستين 10 فوق بعض لكن ما تكونيش شيل واحدة زرعتها لان اللي بتزرعها بيحصل حواليها فيبروزس فتيجي تشيلها تروح جايبها بكل اللي معاها بالكبسول بالكبسول فاذا الافضل تزرع تاني في حاجه بنسميها بيجي باك عارفين الشرط بتشيل على الظهر دي وكانك هتزرع عدسه فوق ظهر العدسه اللي انت اوريدي زرعتها ده حل ريسنت الحل الثالث ان مثلا تزرع عدسه قوتها 15 دقيقه العدسه اللي قوتها كده هتجيب لك الصوره الحقيقيه هنا عرفنا دلوقتي لكن لما يوصل سن 3 سنين بقت العدسه دي مش بتاعته فانا بقى ما اسمعش كلام الجهاز زود عليها واسرع واحده كبيره يا جماعه العدسات اللي بتجمع كل ما الباور قل الفوكس يبعد عن العدسه وكاني انا دلوقتي قاصد اخلي الصوره ما تبقاش عارفه تبقى وراها وكاني مستني لما العين تكبر الراجل ما تروح للصوره فيقعد اول سنتين ثلاثه نظره ضعيف نسبيا حاجه بسيطه يعني ضربت معانا وتكبر يستفيد بقى بالعدد تبعيد عمره يعني طول عمره يبقى شايف كويس بعد كده اذا يعني ادي اندر كوركشن اذا عندي كام حل كده؟ ثلاثة العب فيهم زي ما انت عايز اول حل انك تبوستبون الامبلانتيشن بالمناسبه لو انا زرعت العدسه زي ما شفته في الفيديو في نفس عمليه الكاتراكت ده اسمه برايمري امبلانتيشن يعني زرعت في نفس البروسيجرز ده لكن لو اجلت الزرع حتى لو يوم واحد بعد العمليه الاول الاساسيه او الاولى ساعتها نسمي ده ايه؟ secondary implantation اذا اول حل انك تاكل الزرع وتعمل secondary implantation later حل تاني انك تجيب under power power اقل دلوقتي تخليه دلوقتي ما يشوفش كويس لكن قدام شويه بقيت عمره يشوف كويس جدا حل التالت انك تزرع عدسه ثانيه فوق العدسه اللي انت زرعتها دلوقتي يعني تزرع عدسه معادك primary وبعدين تعمل secondary implantation later on بصي الحقيقه الصوره لو ما كانتش عرفنا ايفن هتبقى قريبه من جدنا كويس ولو قريبه النظر هيبقى معقول مش لازم يوصل 6 اوفر 6 يعني 6 اوفر 9 6 اوفر 12 6 اوفر 18 معقول فبالتالي حتى لو العين ما وصلتش 24 وقفت عند 20 مثلا هي كده ستيب بقى الوضع احسن من وبعدين الحقيقه انت فاهمه ان الصوره تقع ورا الرتنا احسن كتير انها تقع قدام الرتنا هي هنا هتبقى قدام الرتنا في الحقيقه لو انا بصيتها هنا والرتنا بعت يبقى معاها سيبيلي معاها فاذا الافضل نتيجه للموضوع لكن طبعا الاحلى انك تبيعها على الرتنا عشان كده الحلين بقى انك انت بتزرعي عدسه وبعدين عدسه ثانيه فوقيها يعني عدسه مظبوط 100% او انت قايلين الزرع بقى لو شفت بعيد تلاقيه وصل اي حاجه وتحطيها على الكتاب الاسم عمل ايه بقى يلا برضه لينا درجات الكلام ده كل الكلام الديتيل لكن كتاب الاسم عمل ايه في الحته دي؟ قال لك الجمله دي بس يعني قال لك هاو تو كوريكت افيكيا مبدئيا ما اداش حل النظارات والكونتاكتس رغم ان هو حلول متاح بس قال لك عشان هو يعني خدت بالك وده مزعج وده مشاكل كتير فقال لك على طول خلينا ده رغم ان ليه مشاكل في الحسابات ما قالش بقى ان في مشكله في الحسابات عشان يوفر مجهودكم ما قالش بقى ان في مشكله ان بيحصل مع زرع عدسات باور تشينج محتاج تغير باور يعني وتنظمه في بعض راح قايل لك على طول لو ناوي تزرع اعمل الحل قال لك الحل على طول يعني حتى انت ما فهمتش ليه قال لك الحل هو راح تعمل قال لك الحل قال لك لو يجي لك البص
لو البني ادم اللي عنده كاتراك كونجنتال كان عنده في اي واحده قال لك اعمل الكاتراك ولازم تزرع في اثناء العمليه. ليه ما استناش؟ علشان ما يبقاش النظر في العين دي اضعف من دي، لان لو فضلت فرقه النظر المخ هيكمل سبريشن ولا لا؟ انت مضطر هنا تعمل برايمري امبلانتيشن دايما. ده لو كان ايه؟ لكن لو بايلاترال وهيبقى بايلاترال افكتيف، قال لك ده اللي ممكن تسيبه بقى لغايه لما يوصل للسلم النهائي وعينه توصل للطول النهائي، وساعتها تزرع له بعدين لانه عارف كويس ان العين هتغير مقاسها، فبالتالي قال لك مره واحده تزرع. يبقى لك لو بايلاترال بتعمل ايه؟ طبعا انت هتقرا السطر ده بس اللي مكتوب، لا قال لك بقى ان في قصه، فتلاقي نفسك مش فاهم، بتحفظ وخلاص. فاذا انت دلوقتي فهمت ليه هو اقترح كده يونيلاترال، عشان الموضوع ده يحتمل، عشان المخ ما يكملش سبريشن العين الافكت. يبقى اذا هعمل برايمري امبلانتيشن. بايلاترال لا، ده اللي ممكن تستنى عليه لما العين توصل للطول او الحجم الايه؟ النهائي. اذا ده المطلوب منك ام سي كيو اورال او ريتن، لكن الباقي كله بالكلام فاهم بصوره مور برود. ينفع بس كل الحلول متاحه بقى، بس هو قال لي هو ده اللي قاله. ينفع تعمل كل حاجه اللي انا قلت عليها. هو كونجنتال ويني لاترال، مش هو المفروض الكونجنتال بايلاترال؟ حلو قوي. كونجنتال احنا قلنا كامل بايلاترال، بس مهم يبين لي كامل ستيل 3%. وانا حتى قلت تبقوا 75% من الحالات بايلاترال، 25%. يعني اذا كل خمس حالات هتلاقي اربعه منهم بايلاترال، هتلاقي حاله يونيلاترال. فاذا وقت طب معلش، هو البرايمري انا عملت عمليه وزرعت لعدة العمليه زي الزفنات، والسكندري انا هعمل غير ما ازرع، واستنى مع دي لما عينه تكبر ازرع. كله فين كونجنتال كرايز؟ يلا عشان نبقى اذا خلصنا زي المجموعه الاولى بقى نبدا السيناريو. بصوا يا جماعه، عايز اقول لكم اللي كان بيذاكر كتاب الاسم او ماشي كتاب الاسم ورايا، احنا لما بدانا نتكلم على شابتر الفول امج كابتشر، ها؟ وبدانا نتكلم على اللينز بعد ما شرحت الاناتومي اللي هو معظمه ما كانش موجود في كتاب الاسم، عشان تفهمك هو ده اللي بيفهمك او خليك ماشي مستمتع باللينس او حاسس انك فاهم اللينس كويس. قلنا بقى انواع الكارت، بدانا بمين يا جماعه؟ كونجنتال. وقلت لك الكونجنتال في كتاب الاسم قال لك سي شابتر 10، فانت مشيت ورايا رحت شابتر 10 عشان تتابع ورايا في الكتاب. طيب ده الاسم يعني. خلاص خلصنا الكونجنتال، نرجع بقى تاني مرجوعنا للشابتر الاساسي اللي احنا جبنا منه لينس اللي هو البور امج كابشر. كويس؟ المفروض عندي كام نوع فاضل من الكاتراكت؟ الاكواير اللي هو قد يكون ترومات، قد يكون صناعي، قد يكون كومبليكيتد يعني سكندري تو انذر ديزيز. كويس؟ في الحقيقه الكلام الاسم هندخلهم مع بعض كلهم. فتلاقي نفسك انت الكلام اللي بتقراه ده، انت في الحاله ده بتاع الصناعي ولا بتاع التروماتيك ولا بتاع الكومبليكيتد، كتب قد ايه بقى؟ الثلاثه اختزلهم في صفحه واحده. رغم ان الموضوع ده ذا موست كومن تايب، مش عايز اقول لك الناس اللي شغالين رمد دلوقتي بيقولوا لي اه او لا. تعالى كمان رمد دلوقتي. مين تاني عنده رمد دلوقتي؟ حلو. حصل كام حاله شفتوها في الاجسام عندهم سيناريو كاتر؟ في كلينيكال هو كل الحالات سيناريو كاتر كلينيكال، والامتحان كلينيكال اند راوند سيناريو كاتر. ويقول لك في ايماتيور ولا فاتيور ولا كنتيور، رغم ان الكلام ده مش موجود فين؟ فاذا مجال اسئله لا نهائي كلينيكال اند راوند اورال اند راوند اورال اند يب، لان يفضل ده اهم موضوع كاتراكت عندنا ما خدش حقه خالص. طب احنا هنعمل ايه؟ لا غصب عننا هنعمله طبعا، رغم انه موجود في كتاب الاسم، بس هنعمله عشان الكلينيكال وعشان ايه؟ تو تايم اورال. وبالتالي بقى مش محتاج ان انا اقعد اذاكر التكست المكتوب عندك كله. انا هشرح لك ديفينيشن ايتيولوجي التغيرات اللي بتحصل في اللينز فجاست فور ايه ما ضيعش وقتك فيها، لكن المطلوب منك تحفظه الجدول ده. خلاص هنصوره هنكمله المره الجايه. على فكره باي ذا واي الجدول ده منقص ست صفحات كامله، هو ده اللي هنبقى جاهزين ليه ونفهمه كويس. ده اللي هيكلف في سيناريو كاتراكت كان كويس جدا جدا جدا، تقدر تصد اي نوع انت عايزه. يلا بينا نبدا سيناريو كاتراكت. الجدول ده موجود في الكتاب عندي باي ذا واي، بس هنزود عليه شويه دقيقتين عشان نتكلم يعني كام كلمه بسيطه. يلا بينا. بص الديفينيشن سيناريو كاتراكت بيقول ايه؟ ديفينيشن gradual progressive lens opacification involving all people above the age of 50 years. تاني كده gradual progressive gradual. على فكره اونصه الطب gradual ده يعني الموضوع بيتطور على مدار ايه؟ اسابيع او شهور. gradual progressive lens opacification affecting all people above the age of ايه؟ 50 سنه. ايه ده يعني؟ معناه ان انت
اي بني ادم تشوف هاف عنده 50 سنه وفيما فوق وجاله كارثه في سيناي؟ لا لازم تساله سؤالين هذا البني ادم يقول لك نو نو. ايه السؤالين اللي لازم يقول لك لا ما حصلش؟ تقول له خلاص؟ يقول لك نو. لانه لو قال لك اه يبقى ده تروماتيك على طول. اه عندك سكر يبقى ده سيستميك ديزيز او اذر سيستميك ديزيز. او عندك مشكله ثانيه في عينك لو قال لك اه عندي سكر بقالي 30 سنه كان عندي قرحه في القرنيه بتعالج منها كان عندي كذا يبقى ده ايه؟ كومبليكيت. اذا لازم ينفي حاجتين ينفي الخبط وينفي لوكال او سيستميك ديزيز. لو قال لك ما حصلش الكلام ده وعنده كاتراك وهو فوق ال 50 اذا الدياجنوز بتاعك ايه خلاص؟ سينايل كانسر. الاسباب الى الان مش عارفين سبب هذا الموضوع. تخيلوا رغم ان ده موست كومن تايب نسبة طرف من الناس اللي عنده 50 اللي جالوا هذا النوع الى الان مش عارفين السبب والدليل ان احنا مش عارفين نمنع حدوث هذا النوع من الكاتراك. طيب لكن اول ما تسمع بقى كلمه ثيرس في الطب يبقى احنا لسه بنتخبط لسه بنفكر يعني احتمال يكون صح الكلام ده واحتمال يكون خطا تماما ولا يسبب حاجه ثانيه خالص. ايه الثيرس اللي فكروا فيها؟ احتمالات اسباب يعني. قال قد يكون احتمال سبب الكاتراك ديستربد الكبسول اوف ذا ريتس. مش احنا اتفقنا اللينس بتاعتي ايه باسكولر تتغذى باي نيوتريشن باي ايكوس فيوجن من الايكوس يوب. ايه رايك لو الكبسول ريجابيليتي زادت او قلت كلاهما سيء جدا على فكره؟ لو قلت يبقى اللينس مش هتاخد ايه؟ نيوتريشن مظبوط وبالتالي يحصل فيها باثولوجي. طب لو زادت في حاجات بقى ما كانتش بتعرف تدخل توكسيك ممكن تعرف تدخل جوه الايكوس مش كده؟ فاذا اي زياده او نقصان في الكبسول الفريابيليتي النفاذية بتاعتها ما سيئة جدا. في ناس قالوا لا القصة مش كده، القصة disappearance of vitamin C أو glutathione. فاكرين قلنا إيه دول؟ دول حاجات بريكاريوس، دول اللي كانوا بيخلصونا المادة السيئة اللي كانت بتظهر جوه لينس إيفري ناو أند ذن اسمها لاكتيك أسيد. فالديفيشنسي بتاع التو ألمنتس دول هيخلوا اللاكتيك أسيد يأكيوليت. في ناس قالوا قد يكون المشكلة disturbed pH بس الميكانيزم تانية طبعاً غير الأكيوليشن أوف لاكتيك أسيد. طب ايه اللي خلاك الاستاذ من وجهه نظركم ما حدش وما وصلناش لحاجه مفيده؟ في ناس قالوا قد يكون اصلا سبب الكاتراك هرمون الديستربنس اللي بيحصل مع تقدم العمر. طب يا سيدي قول لنا كده اي هرمون تقصده؟ هل الثيروكسين؟ هل الثيرويد هرمونز يعني بيزيد بيقل ولا الاي سي تي اتش ولا كله ماشي بقى في ستاتس كله شغال مع نفسه لكن لسه مش عارفين نوصل لحاجه. في ناس قالوا قد يكون الالترا فايلت ريتس الاشعه الالترا فايلت الاكبر مصدر ليها مين؟ نور الشمس. بس طبعا دي اضعف ثيري وخلاص اتقفل عليها خالص لان طبعا لو كان الكلام ده صح كان يبقى اكتر ناس يجي لهم هذا النوع اللي كانوا طول حياتهم شغالين اوت دورز في اماكن مفتوحه زي المواقع عمالين في مواقع عساكر برود مزارعين في اراضي زراعيه لكن الكاتراكت بيحصل في دول زي الناس اللي زي حياتنا كده شغالين معظم حياتهم ان دورز يعني ما بيشوفوش الشمس غير هم رايحين شغلهم او هم راجعين لكن في ايكوال انستنس نفت الموضوع ده. إذا الفيولوجي لسه بيج مش عارفين ها مش عارفين خالص لكن اللي احنا متاكدين منه من متابعات بقى الحالات اللانهائيه عدد كبير قوي انه بيحصل تشينج في تو مين كومبوننتس اوف بلانتس. فاكرين يا جماعه كومبوزيشن اوف بلانتس قلنا بلانتس 65% ووتر 34% بروتينز. لقينا بيحصل تشينج في تو مين كومبوننتس. ايه بقى التشينج ده؟ نمبر 1 اول تغير يحصل في ده بريك داون اوف بلانتس بروتينز. البروتينز بتاعت اللي هي فيري لونج تشينز دي تبدا البونز تتكسر وكل ما تكسر البروتينز وترجع لاصلها امينو اسيد سايبه مع بعضها ده يخلي اللينس اوبن. طب مين اللي بيكسر البروتينز دي؟ اكتشفنا بقى ان احنا عندنا كلنا انزيمز جوه اللينس اسمها الفا اند بيتا بروتيزس موجودين عايشين جوه اللينس. تقول لي ايه ده يعني احنا ممكن نصحى من النوم الصبح الاقي اللينس بتاعتي بدا التكسير فيها يعني البروتينز اتكسرت مش شايف كويس؟ لا ما تقلقش الانزيمز دي عندنا كلنا بس دور نايمه ولا هتشتغل. اللي بيصحيها ويخليها تبدا مرحله التكسير دي ان البي اتش جوه اللينز تبقى اسيدك. اول ما البي اتش تبقى اسيدك يتجننوا ويبداوا يكسروا البروتينز. اذا ده سيناريو احنا متاكدين منه لكن ايه اللي خلى البي اتش اسيدك والبدايه فين بالظبط مش عارفين. هو ده اللي بيحصل بريك داون البروتينز ده نمبر 1 وهو ده السبب الاوباسيتي اللي عماله تزيد كل شويه في اللينز. ليتر اون يبدا يحصل تشينج بقى فين؟ في الووتر كونتنت. وهنا لقينا احتمال من الاثنين. الاحتمال الاولاني ان تكسير البروتينز وتحويلها لامينو اسيدز يعني سمول بارتكلز ده يزود الاوزموتيك جريدينت جوه اللينس. فاللينس
طالما الاوزموت جريدينت جواها زاد تبدا تسحب ميه تشرب ميه من الايكوز اللي حواليك. وبص الاقي اللينز دي عامله زي البالونه اتنفخت، يعني بدل حجمها كده بعد شويه تبقى كده. ده بنسميه ايه؟ ده اوفر هايدريشن، يعني زياده فين؟ في الووتر كونتاكت. الغريب ان في ناس ثانيه حصل العكس. ايه العكس يعني؟ البروتينز لما اتكسرت الامينو اسيد، كميات الامينو اسيد دي معناها الحجم كان فيول زياده صغير قوي، بدات كميات من الامينو اسيد تخرج بره اللينز، وكل مولكيول امينو اسيد خارج ياخد معاه وهو خارج في هيلو مولكيول فوتر. اذا عمليه الناس كده عماله تحصل بروتين وتحصل ايه؟ فوتر، يعني اوفر وور كونتاكت عامله ايه؟ عشان كده لما تيجي تبص على الناس دي بعد شويه تلاقي عامله كده. بقت شرانك اللينز. ده اللي بنسميه لينز سكليروزس، سكليروزس يعني فقد الميه، عماله تفقد فوتر. كده يعني كده اللينز ممكن تسحب ميه تكسب ميه تتنفخ، ممكن تفقد ميه يحصل فيها ايه؟ طب طبعا انت لسه بتسالني تقول لي يعني هل احنا بنبقى عارفين مسبقا البيشنت اللي قدامنا اللينز بتاعته بتتنفخ يعني تكسب ميه ولا تكش تكسب ميه؟ ابدا ابدا، كل واحد ونصيبه. انا بقول لكم على الاقل من كده، شفنا البيشنت نفس البنات العين اليمين بتاعته لما جاله فيها كاتراك كسبت ميه، العين الشمال فقدت ميه، اذا نفس البني ادم يعني شويه واحد تاني. لكن العمرنا ما شفناه ولا هنشوف، بص ولا هنشوف ان اللينز تبدا تعمل كده وتبدا في كلامها تعمل كده، يعني هتكمل تكسب ميه للاخر يا تكمل تفقد ميه للاخر، لكن ما ينفعش بنفس العين تبدا تاكواير ووتر وبعدين تلوز تجيب ابدا، يا كده يا كده. طيب اذا اللي احنا اكتشفناه مع متابعه الحالات بريك داون اوف بروتينز نمبر 1 فولد باي ايدر اور اوفر هايدريشن او سكليروزس. طيب عندي كام نوع من السيناريو بقى؟ الموست كومن تايب الاوباسيتي والبريك داون يبدا هنا. هنا فين يعني؟ قلنا اللينس بتاعتي عباره عن بريفرال كورتكس وسنترال كيس. 75% من حالات السيناريو كاتريك كورتيكال، يعني البريك داون والبروتين زاد عند الكورتكس، الاوباسيتي تبدا هنا. 20% البريك داون يبدا في النيوكليس في السنتر اوف لينس. وال 5% اللي فاضلين كورتيكو نيوكليير الاثنين في وقت واحد، يعني البريك داون يبدا في البريفي اند سنتر ات ذا سيم تايم. اذا ده كورتيكو نيوكليير. طيب يلا تعالوا نشوف بقى، نبدا الاول نتكلم على الكورتيكو. يلا بصوا ترتيب الاحداث. خلي بالك الترتيب ده احنا ما جبناهوش بناء على ان احنا فاهمين اللي بيحصل. لا الترتيب ده جبناه ازاي؟ متابعه الحالات، احنا مش عارفين الدنيا مشيت ازاي اصلا. طب الحالات بقى لما تابعناها لقينا ان لو عندي سيناريو كورتيكال اللي هم ال 75% بريك داون يبدا فين؟ بصوا يبدا فين البريك داون؟ عند البريفري، عند الايكويتي، عند الايدج. تبدا كده تبدا اوباسيتيز كده سكاتر يعني سيكتور وبينك نير ذا ايكويتي. ذن الانزيمز اللي هم دول هيكملوا بقى ان خلاص بداوا حاجه هيكملوها للاخر. يعني هيكملوا تكسير، يعني الاوباسيتي تبدا ايه؟ تبدا تزيد. بصوا الاوباسيتي زادت لغايه لما معظم الكورتكس اتكسر، لكن واضح ان بترتيب الاحداث اخر جزء من الكورتكس هيفضل كبير وصامد للنهايه اللي فين؟ الانتيريور سب كابسولار اللي تحت مين؟ الانتيريور كابسول. طبعا نفسك تسالني اشمعنى؟ اشمعنى التكسير بدا هنا وبعدين المسيره اكتملت واخر حد فضل صامد اللي هنا؟ اقول لك ما اناش عرفني. اعرف منين؟ ما احنا مش عارفين اصلا القصه ايه السبب وراها او ايه اللي بيحصل اساسا، احنا لينا فاكس متابعه الحالات هي كده كده. كده يعني اخر فايبر لو تقدر صامده هي دي. لكن هيجيلها يوم وهتتكسر، ولما تتكسر ده معناه ان كل الكورتكس اتكسر ولا لا؟ ساعتها بكل البيشنت لما بيجي لنا العيال من البلد كده الميه البيضاء اللي عند حضرتك استوت. ده معناه انه قلبت ايه يعني؟ ماتيور. اذا لما كل الكورتكس يتكسر اقول البني ادم انت عندك ستيج اسمها ماتيور سينايل كورتيكال كاتر. يبقى اكيد ما قبل ان كل كورتكس يتكسر لما كان عندي لسه اجزاء كبير يبقى ستيج اسمها ايه؟ ماتيور ماتيور سينايل كورتيكال كاتر. اه صحيح دي ايرلي ايماتيور ودي ليت ايماتيور، لكن طالما لسه عندي اجزاء كبير انا ستيل ستيج اسمها ايه؟ ايماتيور. خلي بالك الايرلي ايماتيور دي ليها اسم تاني عشان لو جالك في الام سي كيو تبقى عارفه. فانسيبيانت يعني مقدمات او بدايات انسيبيانت. اذا دي ايه ماتيور؟ دي ماتيور. عايزين ناخد وقت عن زمن قد ايه عشان نقلب الايه ماتيور لماتيور؟ تخيل سنه ممكن، ساعه
سنه وشهرين سنه ونص اتركت كده. قلنا في الديفينيشن الموضوع ايه جراديوال، موضوع بياخد وقت. طيب ايه رايك هنا في الماتيور ده؟ مش معناه ان كل كورتكس اتكسر ايه، كل كورتكس اتكسر لا اعمل سؤال بتاعتك او ايه. طيب اذا معناه ان كل كورتكس اتكسر لما يبقى في المشكله. ايه رايك لو العيان ما عملش عمليه في المرحله دي؟ ده معناها ان في كميات من الامينو اسيدز ممكن تبدا تخرج، ولما كميات من الامينو اسيدز تبدا تخرج ممكن تاخد معاها وهي خارجه من الفيوز وبين ووتر واللينس بتاعتي تبقى شرنك كده. ساعتها لما يجيني البيشنت في المرحله دي اقول له المايه كده استوت بزياده، يعني ده موضوع معاه كتير بنسميها كده بالبلد ده كان بالبلد، لكن ساينتفكتلي بنسمي الستيج دي هايبر ماتيور كده، يعني ده بعد الماتيور. اذا الستيج اللي بعد الماتيور اسمها ايه؟ هايبر ماتيور سينايل كورتيكال كاتا، وده معناه ان البيشنت سيفر قوي. هتقول لي ايه ده؟ هو في حد ينفع يصبر كده؟ كتير جدا. اصل الموضوع ده سينايل صح؟ سينايل تفتكر مين الاكل ولا بايلاترال؟ بايلاترال. تفتكر كده بعقلك لازم الاثنين يبقوا ميرور ايمج ولا الموضوع اسيمتريكال؟ يعني ده صح ولا ايش؟ لا ده الجانب اسيمتريكال. فتخيل بني ادم كده جاله كاتراكت بدا هنا، يعني لسه في اول وقت، يعني ايه؟ في ماتيور، والثانيه لسه ما بداتش اصلا. فجالك قال لك انا حاسس ان عيني اليمين الصوره فيها مهزوزه او منبشه او مش شايف كويس. اقول له قال لك للاسف عندك مايه كده، بس دي حاجه سهله، عمليه بسيطه في 10 دقائق بترجع تشوف بيها كويس. يقول لك ايه ده عمليه في عيني؟ طب سيبني افكر. هو ليه هياخد وقت ويفكر براحته؟ لانه ستيل الثانيه مش كويس. هو يعمل كده ده عشان شايف الدنيا كويس. ده لو دي ما بتشوفش خالص، لا دي كمان بتشوف. ها؟ فبالتالي هنا عشان ياخد قرار العمليه، خصوصا بنتكلم عن حد فوق ال 50 في الستينات والسبعينات، يقول لك انا عشت قد اللي عشته، وطالما لسه الامور ماشيه وشايف اللي انا محتاج اشوفه، هو اخره يتحرك في نطاق البيت، يخرج مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع، فبالتالي هو بالنسبه له شايف ان مش محتاج يتصرف. فليصبر. دي بقت ماتيور. ايه ده؟ احنا مش شايفه. طالما دي بدات بعد دي ماتيور خلاص، يبقى دي ستيل دي ماتيور ولا لا؟ يعني ستيل بتشوف. فهيروح للدكتور يقول له دي ما بقتش شايف دي حاجه خالص تقريبا غير اشباع. يقول له امال بقى استوت كده العمليه؟ يقول لك لا طب استنى الثانيه اصلا مكفياني برضه الدنيا ماشيه. ايه ده؟ فممكن فعلا كتير نشوف ناس يوصلوا لهذه المرحله، وناس كمان يوصلوا لهذه المرحله من كتر ما هو متردد ياخد قرار العمليه. ايه ده دي هايبر ماتيور؟ بصوا بقى خدت بالك رسمت كل العين الاسود، لكن دي رسمتها بلون مختلف. اصل النوع ده من كورتيكال كاتراك اسمه كده انتيوماسيو. اسمه انتيوماسيو يا جماعه. طب ليه رسمت اللون مختلف؟ المرحله دي انا عايزك تفتكر كده انها جوكر. واضح كده من الرسمه. ايه رايك؟ ايه اللي حصل في اللينس؟ بص عماله تعمل كده. دي عماله تتنفخ. دي اللي عدت ميه. دي بتسحب الميه. شايفين انا عايز اقول الدوائر دي اسمها ووتر فاكيولز، وايسرات ميه. اللينس سحبت ميه. هي انا لسه قايلها في الفرق. يعني فاتوجينيسيس كده. اللينس ليه بتسحب ميه في الحاله دي؟ عشان الاوزموتيك بريشر بيزيد جوه اللينس زايد نتيجه تكسير البروتين بالامينو اسيد، والامينو اسيد فضلت قاعده جوه اللينس ما خرجتش صح؟ طب اخد رايكم واحد. ايه رايك من اول مرحله هنا؟ ايه ده؟ ده لسه في الاول خالص. شويه بروتين صغيره اتكسرت ولا لا؟ طالما شويه بروتين صغيره اتكسرت نتيجه التكسير ظهر امينو اسيد ولا لا؟ ظهر كميه، بس كميه ايه؟ شويه. هنا كميه البروتين اللي اتكسرت اكتر، يعني بس زادت، فكميه الامينو اسيد ايه؟ زادت. هنا كل البروتينز بتاع الكورتكس اتكسرت، فكميه الامينو اسيد بقت اكتر واكتر. في ناس الكميه القليله قوي بتاع الامينو اسيد دي كفايه جدا انها تزود الاوزموتيك ريت، فتبدا دلوقتي اللي انسى اسحب ميه. ايه ده؟ يعني يقلب مباشره من هنا للنوع اللي اسمه ديون. في واحد تاني لا، كان لازم كميه الامينو اسيد تكتر اكتر، فاذا يقلب من هنا اللي هي ايماتيون لانتيوماتيون. في واحد تاني لا، كان لازم كميه الامينو اسيد تبقى ايه؟ رقم مرعب عشان تظبط الجريد. ايه ده؟ يعني الانتيوماسيد ما لهاش ترتيب معين؟ لا، ممكن تفولو مين؟ ممكن تفولو مين؟ لو انت فهمت اللي انا قلته تعال نحط مع بعض اوبشنز لبني ادم بدا نظره تقل بسبب هذا المرض، وجالي عيادتي عرفت انه عنده سينايل كاتر وخاف ورفض يعمل عملية بسرعة، ايه الاحتمالات اللي ممكن يمشي فيها هذا المريض لو صبر على المايه البيضه بتاعته؟
هايبر ماتيور أول احتمال أول طريق يبدأ طبعا البداية دايما إيه؟ ماتيور إيه إيه ماتيور والماتيور إيه إيه؟ هايبر ماتيور ده أول احتمال موفي كل موافق الاحتمال الثاني يبدأ كده ماتيور انتيو ماسل وإيه مباشرة إيه؟ انتيو ماسل موفي إيه ماتيور إيه مباشرة إيه؟ انتيو ماسل ثالث احتمال ها قولوا أنتوا إيه أقصد إيه ماتيور ماتيور إيه إيه؟ ماتيور موافق ها انتيو ماسل بس فقط لأن غير والد أبدا دي تقلب دي نقولنا لنس بطل المية تكسب مية أو دي تقلب دي فإذا لو مريض سيناريو كورتيكال كاب رفض يعمل عملية لا يوجد احتمال لما يمشي الطريق التلاتة بس إيماتيور ماتيور هايبر ماتيور إيماتيور مباشرة إنجيوسن أو إيماتيور ماتيور ده إنجيوسن طيب النوع القائم بذاته بقى نوع ايه نوع على جنب ده اهو رفض كده اسمه سيناريو ايه نيوكليير كاب واضح ان كل ال 20% اللي اتفقنا عليهم ان البروتينز بتاعتهم مش كسرت فين يعني لو كسر بدا فين في النيوكليس بص معايا بقى حاجه غريبه جدا انك اول ما كميات قليله جدا من البروتينز بتاع النيوكليس تتكسر يعني لو كسر لسه اولها ساعتها بلاقي لون النيوكليس بتاعك بقى جراي ولما بلاقي لون النيوكليس جراي اقول له انت عندك جريد 1 نيوكليير كاب طب لو جريد داون زاد شويه يعني كميه الاوباسيتي ايه في النيوكليس؟ الدانس الاوباسيتي زادت ده معناها الاقي النيوكليس بتاعتي قلبت من جراي ليام وساعتها هقول له لما الاقي النيوكليس لونها اصفر انت بقيت جريد 2 طب لو جريد داون زاد اوباسيتي زادت يبدا اللون يتغير لاورنج او لايت براون بوني فات ساعتها اقول له انت بقيت جريد 3 طب لما النيوكليس تكسر كلها من اولها لاخرها البروتين بتاعتها يعني الاوباسيتي تبقى ماكسيمم ساعتها لون النيوكليس يبقى دارك براون واقول له حضرتك بقيت جريد 4 ده لدرجه ان احنا شفنا ناس من كتر ما اللون البني بقى غامق جدا قرب جدا من لون الاسود فسميناها كاتراكتا نيجرا يعني نيجرو اذا يعني اذا جريد 4 دي اغبى الدرجات دي اعلى درجات الاوباسيتي طبعا احنا من اول ما بدانا مع بعض انا قلت لك ان اصلا اسم او معنى اللغه العربيه كلمه كاتراكت الميه البيضاء مش كده؟ نوع الكاتراكت الوحيد اللي ليه الوان غير الابيض هو ده. طبعا انت هيجي على بالك يقول لك طب هي النيوكليس دي ليه يا دكتور بتغير الوانها؟ وبتجيب الالوان دي منين؟ قعدوا يدوروا طبعا حاجه راس النظر جدا اشمعنى ده اللي فيه الوان جراي وبعدين يلو وبعدين بني فاتح وبعدين بني اكتشفوا ان احدى نواتج البيتا اوف ذا نيوكليير بروتينز امينو اسيد اسمه كده تيروزين كل ما كسر البروتين يظهر امينو اسيد اسمه ايه تيروزين ده دريفاتيف كل ما يتكون تيروزين يجمع مع بعضه يعمل لي ميلانين اذا الميلانين كده معمول من تيروزين وبالتالي التيروزين ده كل ما كميته تظهر يتحول كميات منه ميلانين فاللون يبدا يتغير كميه ميلانين قليله يعني تيروزين قليل يبقى اللون جراي طب ميلانين اكتر يعني ميلانين هيكتر امتى؟ لما بريك داون يزيد يعني بس تزيد عشان كده بقول لك كل ما اللون بيجمع ده معناه ان الجريد بيزيد اذا جريد 2 يعني ميلانين زاد شويه فيبدا لون يصفر وبعدين يبدا بني فاتح وبعدين يبدا بني غامق لما الكونسنتريشن في ميلانين ايه؟ يزيد جدا. طيب اذا النيوكليير كاتراكت غير الكورتيكال بتغير في الالوان وكل ما اللون يجمع كل ما الدنسيتي والكوباسيتي معناها بتزيد. طب عارفين بنقل من جريد 1 لجريد 4 في فرق قد ايه؟ محتاج 4 سنين اذا يعني الموضوع هنا بريك داون اكتر كتير عن هنا ولا لا؟ احنا هنا علاجنا من هنا لهنا خلال شهور سنه مش كده؟ احنا هنا ممكن ناخد 3-4 سنين فاذا الريت اوف بريك داون في النوع النيوكليير اكتر كتير جدا من النوع ايه؟ النوع الكوبري يا جماعه طيب لو لسه هتنقل البردانيه كلهم يقفلوا خالص لا يا حمد ده مش هروح طيب المهم يلا بينا بقى انا بخلي بني ادم سينايل حلو كده انا عايز اعرف ايه كورتيكال ولا نيوكليير ولو كورتيكال هو جاي في اي ستيج من دول عشان اقدر احدد وايدنتيفاي هو ايه ماتيور ولا ماتيور ولا هايبر ماتيور ولا اصلا مش على بعضه كده كورتيكال ده طلع نيوكليير يبقى هعتمد على كلينيكال بيكتشر مش كده؟ طيب اي كلينيكال بيكتشر في التاريخ لازم الاول تسمع مين؟
شكوى العيان كومبلاين مش كده؟ وبعدين تبدا تقوم تفحص. طبعا ده الترتيب الطبيعي وده اللي مطلوب منك تقوله في الاولى او تكتبه في اي امتحان رسمي. لكن في الحقيقه احنا هنا المره دي الكلمه ده انا كاتب سامسونج في الاول اهو وبعدين ساينس. انا الحقيقه النهارده مش هشرح ساينس بس، لان ساينس دي هي اللي هتسهل لنا جدا فهم السامسونج. هو ليه العيان هيجي يقول لي انا بشتكي من كذا وكذا؟ فكان خلص الساينس الاول ده عملت على المجموعه اللي فاتت والمره الجايه نبدا بالسامسونج المره دي. طيب يلا بينا. بصوا اول مجموعه من الساينس هنعمل تكنيك اوف اكزامينشن اسمه اوبليك اليومينيشن. ركزوا معايا بليز محدش يسمع. اوبليك ايه؟ اليومينيشن يعني هنكلم الضوء بتاعك كده. على فكره دي الطريقه اللي هنتعلمها مع بعض لما نجيب بيشنس هنا لكل مجموعه عندها راوند راوند. الضوء بيشنس اوريكم ازاي نستكتوش عشان نعرف ناخد سبايس. التكنيك القانون البروتوكول انك تخلي دور التوش كده. اوعى ابدا ابدا تشوف واحد فيكم ماسك دور التوش كده. لانك لو سيادتك عملت كده جرب يا اخي تنور نور توش على عينك انت كده. انا اسف عملت مش طايق. انت ليه تعذب البيشنت؟ اولا البيشنت هيبقى مش طايق. ثانيا انت مش هتشوف حاجه، هو العرض انت هتشوف ايه؟ فلما تنور كده هو النور مش هيبقى مؤذي بالنسبه له، مش هيضايقه، فبالتالي مش هيعمل ريفلكس ريفروسبازم، مش شايف الجفون، فهيديك فرصه تشوف. فاذا اوبليك اليوميشن دي الطريقه الاليه اللي تخلي البيشنت كوبريتيف مع حضرتك. طيب مش بس كده، في احدى ستايل اللي هندور عليها بالاوبليك اليوميشن اساسا واحده من دول، وانت اللي هتقول لي مين فيهم لما تعدي عليهم كده، مش هتبان اساسا الا لو الضوء ده ايه؟ اوبليك. يلا بينا نبدا. اول ساين هبص عليها بعينيا شكل الاوباسيتي. حلو كده؟ ايه رايكم؟ شكل الاوباسيتي هنا ايه؟ باتشز. هل هي تونتر هنا ولا سيكتورز؟ سيكتورز. كده يعني هبص على اللينس هلاقي في حتت لونها ابيض جرايش وايت سيكتورز، لكن بقيت اللينس حلو ولا لا؟ اذا لو لقيت الاوباسيتي بتاعتي في صوره سيكتورز يبقى انا ستيل هنا ايه؟ طب هنا هلاقي اللينس عامله ازاي؟ توتال. انا ده توتال اوباسيتي. يلا بينا نشوف صورة على طول. طبعا الصورة اللي قدامي دي صورة للبيبل دايليتد. ده الايس. والصورة دي مش بالتورش بقى، دي صورة بجهاز اسمه سليت لا اللي بيكبر حجم العين من 10 ل 16 مرة. إذا طالما دي البيبل يبقى دي لينز ولا لأ؟ بصوا معايا السيكتورز عاملة إزاي؟ أدي سيكتور أهو. بصوا. طالما شايف حتت كده لونها جراي وايت. سيكتورز. يبقى ده معناه ان في حته كلير ولا لا؟ اذا واضح كده ان الاوباس بتاعتي مش كونتينيوس مع بعضها. اذا هي دي اسمها ايه؟ ايرلي ايماتيور او انسيبيان. تعالوا اوريكم بقى الفرق ما بينهم وما بين الماتيور. الماتيور ده كل اللينس على الاطلاق لون ابيض هتلاقي لون الصنبوره كده. مش سكتوس بقى كلها بقت اوبيك كده. تعرف بقى هنا لما تشوف الصوره دي هتعرف ليه سميناها ميه بيضاء فعلا يعني. شايفين البيبل دايركت بص اللينس كلها لون واحد، ميه واحده مش كده؟ اذا دي توتال لينس اوباسيتي. دي الستيج اسمها ايه؟ اذا لما الاقي الاوباسيتي بتاعتي توتال اقول دي ماتيور. طب ايه رايكم في الهايبر ماتيور؟ مش الهايبر ماتيور دي مرحله ما بعد الماتيور؟ يعني اللينس كلها اوبيك ولا ضرب؟ اه طبعا كلها اوبيك، لكن الفرق فين؟ سايز. انها بقت شرانكن. ايه رايك لما تبقى شرانكن؟ يبقى السطح بتاعها سموث ولا في ريجولاريتيز مش كده؟ ايه ده خدت بالك هنا السطح هوموجينس ازاي؟ لكن لما الاقي هنا بقى خطوط معرجه كده ورينكلز يبقى دي اكيد لينس انكامش ولا لا؟ بص الصوره اللي فاتت تاني خالص. ها تمام؟ اوكي؟ يلا بصوا بقى الصورة التانية اللي احنا كنا واقفين عندها عشان ما ننتهش. شايفين السطح ازاي سموس؟ ها؟ باين هوموجينس لون ابيض. يلا بينا نشوف بقى الصورة بتاع اللون نفس درجة اللون ونفس كل حاجة لكن الفرق ان السطح غير منتظم ها؟ في رينكلز ها؟ شرانكن لينس. اظن الصوره بتتكلم ها؟ شايفين اللون ابيض ازاي؟ كله ابيض لكن بصوا رينكلز بصوا ها ازاي مكرمشه؟ اذا دي على طول تبقى ايه؟ هايبر ماتيريوس مش كده؟ اذا لينس لونها ابيض بالكامل دانكس كابلك
اذا الاماتيوري هايبر مسيول الفايصل الفرق بينهم استاذ منتظم ولا كولابس يعني مكربش. طيب تعالوا بقى نروح طبعا دي بص الانفورميشن اللي كتبت عليها ايه. انا مش هقدر اوريك صوره ليها ليه؟ اصل الابروتش الوحيد اللي عرفك انك هنا انك تشوف بعينك جوه لينس الووتر فاكيوز دي. فدي محتاجه ماجنيفيكيشن واحد ولازم يكون لايت بيشنت ما ينفعش الصوره. ايه ده يعني؟ اذا اللي هيعرفني ان انا في الانسوميشن فاشوف بعينيا اكياس ميه جوه اللينس. طيب انا كتبت بلس ووتر فاكيوز. هو ايه بلس ووتر فاكيوز؟ انا عايز اقول ان في اوباسيتي في اللينس لكن مع الاوباسيتي في ووتر فاكيوز. طب شكل الاوباسيتي ايه يا جماعه؟ مين جاي بيقول شكل الاوباسيتي ايه هنا؟ على حسب هي حلو قوي هي دي انا عايز استني اسمعها. انا مش عايز اسمع اكتر من كلمه على حسب. مش احنا قلنا الانتيوميشن الجوكر يبقى على حسب لو جايه بعد دي يبقى الاوباسيتي شكل ايه؟ سيكتورز. يعني شايف الصوره الاوليه اللي انت رابط تصوريها سيكتورز لكن مع سيكتورز الاقي ايه؟ ووتر فاكيوز. او الاقي الاوباسيتي كده اللي كان لسه جوه ابيض بس جوه في ووتر فاكيوز. اذا الله اعلم على حسب دي جايه بعد مين مش كده؟ حلو. طب دي الاوباسيتي شكلها ايه؟ لون اصفر الله اعلم بني فاتح او بني جامد على حسب الايه؟ الجريد. بس مكانها فين؟ في السنتر. اذا اللون مختلف والمكان في السنتر. هو ايه اللون الطبيعي بتاع البيوت ده يا جماعه؟ نورمال كلر اسود. ايه رايك لما افتح لك صوره دلوقتي اوريك صوره اوريك بيبل دايليتد اطرافها لونه اسود يبقى ده حلو ولا لا؟ ده سليم مش كده؟ اوريك اوباستي في النص ومن بس انها غير مكانها في النص كمان لونها بني يبقى دي اكيد ايه؟ سنترال وبراونش يبقى دي اكيد يوبيتر ولا لا؟ يلا بينا نشوف الكلام موجود ولا لا؟ اظن الصوره واضحه جدا. طبعا ده لون الايرس. في ناس كده لون عينيها فاتح على حسب كميه الميلانين. شايفين البيبل ازاي لونها اسود في الاطراف؟ يعني الاوباستي هنا في النص والاوباستي لونها بني ولا لا؟ اذا دي سيناريو نيوكليير كاتراك. اذا وصف الاوباستي سهل لنا الدنيا ولا لا؟ اذا وصف الاوباستي او شكل الاوباستي عرفني انا قدام كورتيكال ولا نيوكليير. كله معايا في اول بوينت وافق عليها؟ حلو. يلا في ثاني بوينت كبسول. الكبسوله يا جماعه بالظبط انا بشبه الكبسوله فلانس زي جلد الشنطه. لو سالتك عندك شنطه حطيت فيها كونتنتس على قد حجمها هتلاقي جلد بتاع الشنطه شكله لطيف جدا. طب ايه رايك لو قعدت تملى جوه الشنطه هدوم زياده هدوم زياده او كونتنتس زياده اكتر من الساعه بتاعتها؟ فبدايه لما تقفل السوسه هتلاقي نفسك بتعمل هدوم فظيع تلاقي جلد مشدود كل ما حاجه اي حاجه بتتشد تبقى ارفع ولا لا؟ هو احنا وجه الجلد اصلا الا يعني اذا واضح ان الجلد بدا شكله يتغير لما زودنا حجم الايه؟ الكونتنس. طب لو فضيت الشنطه خالص ايه اللي هيحصل في الجلد؟ هينكرمش مش كده؟ ايه ده يعني واضح ان الجلد شكله بيتغير فقط لما حجم الكونتنس اللي جوه يزيد او ايوه لكن طول ما هو مناسب الجلد طبيعي. الكبسول هي هي بالظبط. اذا واضح ان الكبسول القشره الخارجيه بتاع اللينس هيبقى شكلها نورمال طول ما حجم الكونتنتس اللي جوه اللينس زاد ولا قل. هنا زاد او قل؟ لا لا دي فايبرز كلير بدات تبقى اوبيك بس صح؟ عشان كده كتبت لك الكبسول هنا ايه؟ نورمال. نورمال. وهنا؟ نورمال. نورمال. هنا لينس بدل ما هي كلير بقت اوبيك لكن الكونتنتس هي هي. طب هنا؟ نورمال. نيوكليس بس بقت اوبيك لكن اذا نورمال. واضح ان الكونتنتس بدات فين؟ في الهايبر ماتيريال. هنا زاد؟ صح. عشان كده الكبسول هنا بتقول عليه ايه؟ رينكل. رينكل. رينكل يعني كرمشه وكمان تيكنت. ممكن تزود كمان لو عايز دي حاجه اوبشنال. هتبص هتلاقي على الكبسول نقط اكثر بياضا. ايه ده؟ انتوا عارفين يا جماعه الحته المشهور دي عشان نوصل لها بناخد وقت قد ايه؟ عامل زمني قد ايه؟ من هنا لهنا سنه. من هنا لهنا يمكن سنه تاني. اي باثولوجي في جسمنا بيبقى لونج ستاندنج بيستمر وبتسيبه في جسمك بيحصل حاجه اسمها تكلس. مش كده؟ كالسيوم ديبوزيشن. اذا هتلاقي نقط اكثر بياضا اللي هو عباره عن كالسيوم ديبوزيشن اوفر ذا كبسول اند كوليسترول ديبوزيشن. تلاقي الليز مقطع اصفر وابيض. ده بسبب ان الباثولوجي بتاعي هنا في النوع ده لونج ستاندنج. لكن كفايه عليا قوي انك وافقت ان الكبسول هنا لازم يكون ايه؟ رينكل. طب هنا الكبسول اخبارها ايه؟ ستريتش. طالما الكونتنس زادت يبقى الكبسول اتشدت ولا لا؟
يبقى اذا الكبسول استرتشد زي ما اتفقنا. كل ما تشد اي حاجه تبقى ثينك ولا لا؟ وممكن شويه تلاقيها بتلمع مع الضوء. يعني اي حاجه ترانسبيرنت لما تيجي تشدها قوي زي السوليفان كده تيجي تشد تلاقي دي انوار او ريفلكشنز زياده، ممكن تزود عليها كلمه جليسرين. كل موافق؟ طيب بصوا الايتم الثالث اللي عايز ابص عليه الانتيري تشامبر دبس، المسافه ما بين الايريس ومين؟ ده الانتيري تشامبر الايريس والكورنيا. طيب ايه يا جماعه؟ المسافه بين الايريس والكورنيا لا يتحكم فيها نهائيا الايريس. الايريس ده ستراكشر هفع ملوش اي قيمه. الايريس ده والله الورقه دي لو هنفترض ده الايريس، ها دي بيوبل وده الايريس، الورقه دي اقوى من الايريس. اذا الايريس ده ستراكشر ضعيف جدا قول لي اللهم احنا ما نبصش على عين اي حد. اللي بيجي لون عين الايريس تلاقيه ثابت في مكانه واخد وضعه. هو مش واخد وضعه الا لسبب واحد انه ساند عن وراه. اذا كيبنج الاستراكشر وشكل الايريس ثابت هو مين؟ اللانس. لو ما فيش تعافى ما فيش لانس ورا الايريس وسيبتك خرجت راسك او عينك الايريس يقعد يعمل كده. ايه ده بيترج حاجه بنسميها احنا تريملس ايريس. تريملس يعني بيترج اللي يعني زي الستاره اللي بيجي شويه هوا ينزلوها الايريس بالظبط كده. فاذا الايريس معتمد على البوزيشن بتاعه على مين اللي وراه؟ اللانس. فاذا لو اللانس حجمها طبيعي الايريس مكانه طبيعي فالمسافه بين الكورنيا والايريس هتبقى نورمال. ايه رايك لو اللانس بتاعتي اتنفخ كده؟ يبقى هتزق الايريس لقدام ولا لا؟ طب لو اللانس بتاعتي اتكشف الايريس هيسند معاك يعني بالظبط زي ما كنا سامع كده يعني. لو الحته دي رجعت ورا راجع لورا لو زقتني قدام رحت طالع لقدام او الايريس كده. ايه ده يلا بينا نشوف بقى القصه دي سهله قوي. اذا الانتيريور تشامبر دبس هنا في الاي ماسيون اللانس كبرت او صارت يبقى كان الايريس ثابت يبقى نورمال دبس مفهوم؟ طب هنا نورمال دبس. طب هنا نورمال. طب هنا اظن الرسمه بتتكلم شايفين وضعتك الايريس فين؟ عمال يطلع لقدام عمال يقرب من مين؟ يبقى اذا كل ما الانس بنفرق بنزق الايريس لقدام ده اللي بنسميه شالو اي سي. يعني لما بنتكلم على عمق دايما بنقول لو كان العمق قل شالو، لو العمق زاد ديب مش كده؟ فاحنا نقول شالو اي سي. بص هنا اظن الرسمه واضحه برضه. عم بتذاكر اي صح فين؟ راح لورا مش كده؟ عشان كده بنقول اي سي مالها؟ ديب اي سي. ديب. كله موافق؟ يلا نروح بقى للايتم اللي اسمه اير شالو. الساين دي رغم انها مش موجوده في الاسم لكن مهمه جدا عندنا في الكلينيكال براكتس. بصوا يا جماعه يلا بسرعه جدا نظريه الشالو. انا سامع بالظبط فايف مينتس خلاص. نظريه الشالو لو انا جيت اقول لك بص الضل بتاع الورقه دي حلو كده ينفع اقول لك شوف الضل بتاع الورقه دي على الهواء هتشوف حاجه؟ لكن ينفع اقول لك شايف الشادو بتاع الورقه دي على البورد صح؟ شايفين الشادو؟ الهواء لا ليه والبورد اه ليه؟ ما ينفعش تشوف شادو بتاع اوبيك سيرفيس على ترانسبيرنت ميديا. لكن ينفع تشوف الشادو بتاع اوبيك سيرفيس على اوبيك ميديا. بما ان الورق اوبيك والبورد اوبيك شفت الشادو، لكن بما ان الورق اوبيك والهواء لا ترانسبيرنت ما شفتش الشادو. اذا الشادو عشان تشوفه لازم يكون التو سيرفيسز اوبيك. السيرفيس اللي بتشوف الشادو بتاعه والسيرفيس اللي بنشوف الشادو عليه. طب ايه رايك كده في شادو؟ ايه ده؟ طب ما هي دي اوبيك ودي اوبيك. لازم فاكتور تالت. لازم يكون في كتير سبيس يعني في ميديا كده شفافه في النص. لكن لما يدوسوا بعض انسى مش هيبقى فيه شعب. اذا لازم كمان يكون في شويه هواء او اي حاجه كتير في النص ما بين الاثنين. الفاكتور الرابع لازم يكون كمان الضوء اوبليك. ايه ده؟ هو لو الضوء مش اوبليك يعني لو نورت كده البربنديكولر مش هيبقى فيه شادو؟ لا لا اوعى تقول كده هيبقى فيه شادو بس انت مش هتشوف. انا طالما حاطط النور كده هيبقى الشادو مكان ايدي. حد شايف ايدي؟ ما هو احنا اتفقنا اصلا عشان نشوف الشادو بتاع الورق لازم يكون ورق اوبيك. فلما يكون الشادو بتظهر الاوبجيكت ساعتها مش هتشوفه. لكن ايه رايك لما يكون النور جاي كده يبقى الشادو بقى بره الورق هتشوفه. إذا خدتوا بالكم هنا في التجربة اللي احنا بنعملها اهو من غير ما نفكر الشادو بتاع الورقة أنت شايفه فين؟ تحت شوية لأن النور جاي منين؟ أوبليك من فوق. المهم إيه؟ صوتك عملت الشادو هنا، شفت إزاي؟ إذا لو الضوء أوبليك ديفنتلي هنشوف شادو. إذا محتاجين أربعة كريتيريا عشان نشوف شادو، السطحين أوبيك دول تو كريتيريا. النور لازم يكون أوبليك، لازم يكون فيه
كلير يعني. يلا بينا نروح للعين بقى. احنا عايزين نشوف ايه يا جماعه؟ دول مين؟ الايرس. على اللي وراه. مين اللي وراه؟ لسه. طب يلا نور من فينا احنا. عندنا شادو؟ لا. نور مالي؟ لا. لا. اصعب الاول يا لا ليه؟ اللينس ترانسبيرنت. اللينس بتاعتنا اخبار هي مش اللينس دي الورا الايس؟ اللينس بتاعتنا شفافه. والا لو قلت يبقى كان لازم سيادتك تشوف الشادو بتاع الورا عنها. احنا اتفقنا نفر ايفر تشوف شادو على ميديا كلير مش كده؟ فاذا النور مالي فينا يشعر. اذا احنا عشان نشوف شادو الايس دايما اوبيك لازم كمان تكون اللينس وراها اوبيك ولا لا؟ عشان يبقى السطحين اوبيك. اذا ممكن نشوف شادو في حالات الكاتاركت فقط صح؟ طيب قبل ما اكمل بقى واقول لك مين في دول فيه شادو ومين في دول ما فيهوش شادو، خليني بس اقول لك النورمال اناتومي ان الايرس بتاعنا عباره عن ستريت دايفرام كده. شايفين؟ شكله كده. واللينس بتاعتنا شكلها زي طبقين زي ما اتفقنا قلبين على بعض كده. فاذا السطح الامامي بتاع اللينس اللي ساند عليه الايرس كونفكس ولا لا؟ طب ايه رايك لما احط حاجه ستريت تسند على حاجه كونفكس؟ تفتكر الكونتاكت قبل ما الفلك ايدي والورقه التلامس الفعلي ما بين الايرس واللينس هيكون فين؟ في السنتر. وكل ما اروح كريفلر يبعدوا عن بعض ولا لا؟ بصوا شايفين ازاي بتسيب الورق كريفلر ازاي؟ لكن التلامس الفعلي فين؟ There is no space between the eyes and the lens في السنتر. لكن كريفلر في سبيس ولا لا؟ واظن كل الرسومات اللي على البورد بتتكلم شايفين التلامس ما بين الايرس واللينس، لكن هنا في تلامس. ده عشان السطح ايه؟ اذا واضح ان لا يوجد سبيس ما بين الايرس واللينس عند البيوبل، لكن في البريفري في سبيس. حلو، ايه رايك بقى؟ يلا بينا نبدا باول كيس هنا اللي هي الماتيور. ايه رايك؟ الماتيور دي العين اوبيك ولا اللينس اوبيك ولا بص انا في حد يعني عنده بيرسيستنس غير طبيعي يعني ما زهقش عمال يكلمني بليز رد بقى عمال انت تقول لي كده ولو كان حاجه طيب يلا بينا يا جماعه بليز يلا طيب اذا اللينس اوبيك ايس اوبيك صح؟ والضوء انا ماسكه ازاي؟ انا بتحكم في الضوء جايبه ليك خلاص انت قول لي مفيش شرط مايس واحده. ايه الواحده؟ لازم يكون في كلير ايه؟ ايه رايك لو النور جاي كده؟ في اي مسافه من ايس ولينس ولا لا؟ اذا في الماتيور مفيش شرط، ليه مفيش شرط؟ There is no clear space مش كده؟ طيب حلو تعالوا هنا مبدئيا دي مش محتاج احكم اذا كانت في شرط ولا مفيش شرط. ليه؟ لان انا شخصت دي اول ما شفت ان الاوباسيتي بتاعتي ساتور صح؟ لكن دي اذا ما فيش حاجه شبهها اوباسيتي متقطعه في حته اوباسيتي في اوبيك فايبر شايفها وحته لا فاذا خلاص انا لكن دي تخبطني ولا لا عادي؟ هنا اولموست اللينس كلها اوبيك وهنا كلها فعلا اوبيك عايز اعرف اذا كان لسه في حته كلير ولا لا؟ اعمل الشادو ايه رايك لما تحط النور كده؟ النور اوبيك نمبر 1 الايرس اوبيك فعلا اللينس فيها اوباسيتي فعلا وكمان الرابعه موجوده ايه رايكم في كلير سبيس ولا لا؟ شايفين ازاي في كلير سبيس ما بين اللي هو مين الكلير سبيس؟ مين اللي عامله؟ الفايزر اللي هي النوت يت اوبيك اللي هي تحت الايرس مباشره ودي اللي هتكون من خلالها الشعر. يلا عشان اوريكم صوره تفهموها خليني اعمل لكم ديمونستريشن البسيط ده. هنعتبر ده الايرس بالفعل ها؟ الورقه دي اعتبرها ايرس ركزوا معايا طيب حلو هبدا الاول ابعد الورقه شويه عن البورد وكاني عايز اقول لك ده الايرس وعايز اقول لك ان البورد هي الاوباسيتي وشويه الهواء اللي في النص هم الفايبرز الايه؟ الكلير طيب وبعدين هلزع الورق على البورد وكاني عايز اقول لك ان الورق هي الايرس والبورد هي اللينس لما تقلب ايه؟ لما تقلب ماتيور طيب يلا بينا نشوف الشرط طبعا لما هنور لك دلوقتي بالنور عايز اي حد يعني شغال حتى في لفه الموبايل، طلع الموبايل بره للاسف. اي موبايل مش لفه كتير. انا عايزك لما هنور على الورقه دي تبص جوه الفيبر مالهاش دعوه بره، بص جوه ها؟ يلا بينا.
تليفون ولا ايه؟ طيب شايفين يا جماعه الكريسنت اللي جوه؟ هنا ده الاسم، مش الشادو اسمه دايما؟ لو منظور من تحت او منظور من فوق شايفين؟ جوه البيوتل شايفين الكريسنت اللي اسمه اللي فوق ده؟ شايفين؟ اهو. انا كنت شايف مين مش شايف؟ طيب بصوا بقى انا عملت كده. في اي شادو؟ ايه ده يعني؟ اذا الوضع كده في المكيوت هيبقى في شادو اسود جوه البيوتل في حالات الايه؟ وطبعا في شادو اسود يبقى لسه في حته كتير ولا لا؟ طبعا في حته كتير يبقى ستيل انا ايه؟ ماتيوز. يلا بينا نشوف الصوره نشوف الكلام موجود ولا لا. الناس اللي بتنام خلاص احنا خلصنا والله. محتاج شاب ولا خلاص كله شايف؟ محتاج شاب ولا شايفين؟ فين الشادو؟ في شادو ولا في شادو؟ شادو. اه واضح ان النور جاي منين؟ اذا طالما في شادو بتقولي لسه في حته كتير ما بين العايز والوباس، لكن لو ما فيش شادو ده معناه ان مفيش ولا حته كتير. اذا عايز الشادو بالساين دي تحلم بيها ان انت عندك اي نوع من الكاتراك. بالمناسبه ده السي دي بتاع الاسم اللي بيجيب من الامتحانات هو مكتوب عليه دياجنوز ايه ماتيور كاتراك. اذا طالما في شادو يبقى اذا ده على طول ايه ماتيور. سهل الكلام؟ طيب اذا الساين الثالثه او الرابعه عندنا في الاوليك اليونيشن اي شادو، خدت بالك الاي شادو قلنا موجود فين؟ في الاي ماتيور، لكن قلنا ابسنت فين؟ ماتيور. مش مهم بقى عندي هنا خلاص، دول مش محتاج فيهم اي شادو لان تشخيصهم تم خلاص اوريدي الساينز اللي قبل كده. لما تلاقي لينس شرانكن، لينس كلها ابيض وعليها نقط بيضا كالسيوم، والاقي الاي سي دي خلاص احدث مش مستني اشوف الشادو. اذا مش محتاجها هنا ومش محتاجها هنا خلاص اعتبره مش موجود. لكن اخد رايكم الشادو هيكون موجود في النوع ده؟ اه ان شاء الله. انا موافق جدا، الناس قالوا اه بسرعه، انا موافق جدا لان الايريس اوبيك صح؟ واللينس فيها اوباستي صح؟ هي نيوكليس وكل الانزيل الكوكيز ده كتير ولا لا؟ اه في سبيس ستيل كلير يبقى في شادو. بس صدقني مش محتاج رغم انه موجود. ليه؟ عشان لونه مختلف ومكان الاوباس مختلف. انا ليه مستني حاجه مش عارف؟ ما انت برضه لازم تقول لي الساين بتدور تسال تقول لي حاجه مختلفه. لا خلاص انا اوريدي اي كونفورم دايجنوزس من ساعه الصوره شفتها اللي فيها لون بني في النص. اه موجود لو بتتكلم عن النظريه اه موجود لكن مش محتاج. طيب يلا الايرس بسرعه. ايه رايكم الايرس؟ الايرس احنا اتفقنا انه مستكشر ضعيف جدا ومعتمد على وضعه المساند على مين ورا؟ فلو اللينس عامله بروبر سبورت الايرس هتقيس عيبه في مكان. طب ايه رايك؟ اللينس هنا مكانها طبيعي وحجمها طبيعي ولا لا؟ نفس الكلام هنا. نفس الكلام هنا. فهنا تنفع يبقى عامله سبورت بزياده ولا لا؟ بيزق الايرس قوي. لدرجه انت هنا ممكن تقول ان الايرس بوش فورورد طالع لقدام. لكن الحاله الوحيده في دول اللي اللينس كذلت فيها الايرس مش سانداه كويس. لما صرنا الهايبرماتيور. دي بقى الساين اللي احنا بنسميها كده قلتها بسرعه هكتبها لك تريمولس. تريمولس يعني طرد. وانا هقولها لكم على بيشنت هنا بيجي لي بشرح ليه كلينيكال. هتيجي تقول له تقول له طب حافظ ازاي الايرس بتراك ولا لا؟ انت بتطلب البيشنت انستراكت البيشنت تقول له حضرتك راسك كويس. اول ما يعمل كده تلاقي الايرس بيعمل كده زي طبق الجلي لما يتراك كده تلاقي الايرس بالظبط كده او زي مو خفيف كده. ها اول ما تشوف المنظر ده يبقى عامل الايرس نوت ويل سبورتد. ده اسمه ايه ده؟ الاحتمال الوحيد من الايرس سبورتد كويس ايه؟ طيب يلا ساين ثانيه خالص. خلصت التكنيك الاولاني حاجه اسمها ريد ريفلكس اكزامينشن. بصوا التكنيك بقى المره دي هتخلي نور عمودي. ايه ده هتقول لي عمودي؟ مش انت قلت العمودي وحش؟ اه وحش بس اصل انا هخليه بقى من ديك ولا على بعد متر يعني زي انا والدكتوره كده. فطالما المسافه بعدت كده الضوء مش هيبقى مؤذي. اذا من على بعد مسافه متر 1 متر نور بيربنديكولر مع بيبل دايليتد. طالما النور دخل بطريقه عمليه هيعدي كل لايرز اوف ذا اي لغايه لما يوصل للكرويد ورا. والكرويد ده بس يعني دم احمر. اذا الضوء اللي وصل للكرويد هيرجع لي تاني بريفلكس لونه احمر. فانا هنور على اي انسان نورمال بنور مباشر هبص الاقي البيبل ده ما وراه. ده فرضا ان الضوء وصل لمين جوه؟ صح؟ ايه رايك بقى؟ هنا هيوصل الضوء اصلا؟ لا يبقى نو ريد ريفلكس. شايف؟ ريد ريفلكس اهو نو. هنا هيوصل؟ لا.
طب هنا يوصل جزء منه هيوصل في كل حته الا فين؟ الهدف السيكتورز. كده هنلاقي الباك جراوند لونه احمر لان في حته مظلمه مش كده؟ بس الحته المظلمه فين؟ بريكلي. يلا نشوف الصوره. على طول صوره هتلاقي الدنيا بقت يعني خلاص انت مش محتاج تذاكر الدنيا واضحه. اظن يعني مش احلى من كده في الدنيا. شايفين الريد الخيس باين في كل حته الا فين؟ شايفين السيكتورز؟
اذا تجمع الايكوس ورا الايز النتيجه ايريدو كوريا تاتش هيحصل وبالتالي ضغط العين هيحصل. المهم الانيشيشن البدايه هو ان اللينس اتحصلت جوه مين؟ جوه الكيبر. اذا التو ميكانيزمز فقط اللي هيحصل بيهم جلوكوما هما ايه؟ نمبر 1 اللينس تطلع بروتين، نمبر 2 ان اللينس تتحشر جوه مين؟ الكيبر. يلا قولوا لي بقى لسه ما خلصتش؟ لا كل التعديلات بصوا معايا ها ايه رايك الناس طلعت حاجه هنا من جواها؟ لا كبرت؟ خالص لو جلوكوما كده ضغط العين هنا ايه؟ نورمال في الاي ماشيو. طب هنا في بروتينز خرجت؟ لا اللينس تخنت؟ خالص نورمال. هنا في بروتينز خرجت في النيوكليير؟ خالص كبرت؟ ابدا. هنا كبرت؟ اللينس اتنفخت كبرت بقت مور سبيريكال فعملت بيبيلوري بلوك كده ضغط العين يعني ولا لا؟ وضغط العين العالي ده مرض بنسميه جلوكوما مش كده؟ بس ايه رايك الناس تسمي الجلوكوما ده على اسم السبب وراها؟ مين السبب اللي عمل جلوكوما؟ لينس. احنا اتفقنا كلمه التيرم البديل كلمه لينس كلمه فيك صح؟ فايه رايك بصوا هسمي اسم ازاي اسم على مسمى؟ هسمي نوع الجلوكوما ده جلوكوما بسبب تغير شكل اللينس. هو كلمه شكل في ال مورفولوجي مش كده؟ عشان كده بسمي الجلوكوما دي فيكو مورفيك جلوكوما. فيكو ايه تاني؟ يعني جلوكوما بسبب تغير شكل اللينس بقت مور سفيريكال يعني مور راوندد ها؟ اذا فيكو مورفيك جلوكوما. طب هنا ممكن ضغط العين يعلى؟ اه دي طريقه ثانيه اللينس عماله تطلع امينو اسيد ولا لا؟ المولكيول دي هتسد الاستيسيس فونتانا فضغط العين يبدا يعلى. يعني اذا جلوكوما بسبب اللينس برضه. واعتقد انتوا عندكم المعلومه اي حاجه بتطلع اللي بطنها او اللي بتطلع اللي جواها بره بيقول انها بتتحلل مش كده استاذ عايز. فقررنا نقتبس الفكره عشان نسمي اسم التاتش من دماغنا سمينا النوع الجلوكوما ده اسمه فيكو ليتك جلوكوما جايه من اللايسيس وكان اللينس بتتحلل بتطلع البروتين اللي جواها بره وهو ده سبب الجلوكوما. اذا فيكو ليتك جلوكوما اذا لما تسمع فيكو ليتك يبقى السبب نوع اسمه ايه؟ هايبر ماتيوس نايل كاتر. لما تسمع فيكو مورفيك يبقى السبب مين؟ انتيوميسنس. سهل الكلام؟ كله فاهم كويس؟ حد عنده اي سؤال؟ اوكي خلاص ان شاء الله احنا المره اللي جايه هنخلص الصناعي والكومبليكيتد كلها تقريبا هنسلم مرتين وخلص اللانس ونبدا بقى تشابتر جديد. احنا كنا المفروض نعمل كويس النهارده فانا اجلته للمره الجايه عمد عشان يبقى كل اللي حصل في اللانس لغايه دلوقتي هيبقى في الكويس بتاع المره الجايه 10 اسئله ام سي كيو ان شاء الله 10 اسئله ام سي كيو.